صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم الجمعة 25 مارس 2016 9 صباحا بتوقيت القاهرة. حلقة مميزة وموضوع اجتماعي زي ما عودنا حضراتكم كل أسبوع أننا بنناقش الموضوعات الاجتماعية اللي بتهم كل أسرة. وطبعا زي ما تعودنا برضو هيكون معانا هذه الفقرة بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة. خلونا النهاردة ننوه احنا هنتكلم في ايه. الحقيقة احنا هنتكلم عن ابناء الطلاق. يمكن احنا اتكلمنا في موضوع الطلاق ده كذا مرة قبل كده، بس موضوع ابناء الطلاق تحديدا بيكونوا ضحية لعناد الزوجين. هنتكلم مع ضيوفنا في كل جوانب الموضوع ده، خصوصا من الناحية القانونية، وكمان هنحاول نعرف من الناحية المجتمعية نعرف ايه الحاجات اللي بتوسع هذه الفجوة بين الزوجين، وفرضا لو حصل موضوع الطلاق ازاي او ايه مدى خطورة ان طرف، سواء الطرف ده راجل او الست، انه يضغط على الطرف الاخر عن طريق الولاد، يعني يملى دماغهم بحاجات معينة مثلا، يخبي الولاد ما يخليش الطرف التاني يشوفهم، ده بيحصل من الراجل وبيحصل من الست. المواضيع دي ليها بعد كده يعني تداعيات كبيرة جدا بعد كده كمان على الاطفال دول لما يكبروا. هل القانون المصري فعلا راعى نفسية الاطفال في موضوع الطلاق ولا لا؟ اسئلة كتيرة جدا هنجاوب عليها مع ضيوفنا اللي هيكونوا معانا بعد فقرتنا الاخبارية مباشرة، الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقد، وكابتن طيار جلال بركات رئيس جمعية انقاذ الاسرة. مشاهدينا تابعونا، وقبل ما نروح لفاصل ونروح لاخبارنا المحلية بفكر حضراتكم بمبادرة صباح دريم لعلاج غير القادرين للحصول على علاج سوفالدي لفيروس سي. طبعا تقدروا تكلمونا في أي وقت على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة، أو تبعتولنا على صفحتنا على فيسبوك، وإحنا هنساعدكم إن إحنا نقدر نوفر لكم السوفالدي لو حد محتاج أو تعرفوا حد محتاج هذا العلاج. مرة تانية بقول لكم صباح الخير وصباح الجمال، واستنونا بعد الفاصل والأخبار المحلية. تعالوا نبدأ أخبارنا المحلية من جريدة الأهرام. وخلال لقائه وزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء السيسي ألف منحة دراسية في الكليات العسكرية لدول إفريقيا. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس لقاء مع رؤساء وفود الدول المشاركة بمؤتمر وزراء الدفاع لتجمع دول الساحل والصحراء المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من وزراء دفاع الدول الصديقة الذين يشاركون بالمؤتمر بصفة مراقب. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء بوزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وأكد كمان الأهمية الخاصة اللي بيكتسبها مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء في ضوء التطورات اللي بتشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما في أعقاب العمليات الإرهابية التي شهدتها العديد من الدول والتي باتت تهدد أمن واستقرار دول العالم كافة. أعرب الرئيس أيضا عن خالص تعزيم مجددا في ضحايا التفجيرات الأخيرة ببروكسل، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيق حداد على أرواح الضحايا. أكد أيضا أن هذه الحوادث تؤكد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي واتحاده في مواجهة الإرهاب والتصدي ليه من خلال تبني مقاربة شاملة ورؤية مشتركة للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية للحيلولة دون منحها الفرصة للتمدد ونشر أفكارها المتطرفة. طيب تعالوا نعرف تفاصيل أكتر بقى وتحليل هذا الخبر. معانا على الهاتف السيد اللواء دكتور طلعت موسى. صباح الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم. حضرتك طبعا الأول عايزين نعرف بس رأيك في المؤتمر بشكل عام وتوقيته دلوقتي، خصوصا زي ما ورد في الخبر هذا الصباح في جريدة الأهرام أنه الوقت صعب شوية أو حساس شوية. حضرتك شايف التوقيت عامل إزاي ونتائج إن شاء الله المؤتمر هتبقى عاملة إزاي؟ تفضل يا فندم. هو طبعا من حيث التوقيت فهو متأخر جدا، لأن التهديدات والتحديات بتواجه الدول الأفريقية والدول العربية متنامية، وكان المفروض نشكل قوة عربية مشتركة لمواجهة تهديد الإرهاب، لكن اتأخر لحد دلوقتي. وأملنا في تكوين قوة أفريقية مشتركة لتكوين لمواجهة هذا الإرهاب. الحقيقة أن هذا المؤتمر
يمثل تعزيز للأمن القومي المصري والأفريقي والعربي في مواجهة هذه التهديدات التي تتنامى وتتزايد من حيث استقطاب الإرهاب في دول التجمع. داعش قادمة من سوريا ومن العراق وتتجمع من أفريقيا، من بوكو حرام، من نيجيريا، من مالي، من تشاد، من الصومال، عشان يستقوا بداعش وبيكونوا قوة جديدة للإرهاب ومركز تجمع جديد للإرهاب لتهديد الأمن القومي المصري والدول المجاورة لليبيا. التجمع هذا التجمع بيضم 27 دولة، هذه الدول بتمثل 50% من الدول الأفريقية. هذا التجمع بيمثل بيعمل تحت لواء الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي بيتواجد فيه 8 تجمعات فرعية اللي هي منبثقة منه. هذا التجمع اللي هو تجمع الساحل والصحراء يعتبر أكبر تجمع لدول القارة بعد دول الاتحاد الأفريقي. وهذا بيعطيه قوة كبيرة جدا في هذه الفترة الحرجة من حيث التوقيت، زي ما حضرتك تفضلتي التعليق بأن بيأتي في فترة حرجة جدا في بتمر بها الدول الأفريقية والمنطقة الأفريقية والدول الأفريقية والعربية على وجه الخصوص. ليه يا فندم كمان ايه رايك في موضوع في 5 دول صديقه، 5 دول اوروبيه يعني متواجدين بصفتهم مراقبين، حضرتك شايف ده ازاي؟ طبعا هي حاجه كويسه ان هذه الدول اللي هي من الدول الاوروبيه بتشترك معانا في كاعضاء مراقبين. ايوه اللي هي اسبانيا وايطاليا وقبرص واليونان. هذه الدول بتشترك معنا بصفة مراقب، لأن الأمر يهمها، مقاومة الإرهاب يهمها. الإرهاب بدأ يتنامى ويتمدد من القارة الأفريقية وقارة أسيا اللي موجودين عندنا إلى الدول الأوروبية، زي عملية شارل إبدو في باريس، زي عملية بروكسل اللي حصلت أول أمس. طبعا ده بيمثل تهديد مباشر للدول الأوروبية، وهم قلقين من هذا، هم يريدون أن يحجمون الإرهاب لكي يعمل في داخل الدول العربية والأفريقية فقط. وهذه هي استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، وكل يعمل من أجل مصالحه الخاصة. بالحقيقة هذا المؤتمر زي ما شفنا حتى الآن أهم القرارات اللي اتخذها هو إنشاء مركز دولي، مركز لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء. هذا المركز طبعا بيعتبر نواة جيدة لضبط وتأمين الحدود بين الدول، لأن الحدود بين الدول الأفريقية أصبحت مفتوحة أمام العمليات الإرهابية، أمام العناصر الإرهابية تتحرك بحرية بين الدول، لأن الدول سيطرتها على حدودها ضعيفة. وبالتالي طبيعة الأرض بتخدم تمركزهم وتحركهم بحرية، وبالتالي من مهام هذا المركز العمل على ضبط وتأمين الحدود، تعزيز قدرات الدول نفسها اللي مشتركة اللي هم 27 دولة لفرض السيطرة على الحدود. وهيجوا يتدربوا عندنا إن شاء الله في المركز، لأن تم الاتفاق على أن مكان مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء سوف يكون في مصر. وبالتالي هنجيب عناصر من هذه الدول تتدرب عندنا في مصر هنا على أسلوب مكافحة الإرهاب. وبالتالي لأن مصر أكبر دولة اكتسبت خبرة في التعامل مع الإرهاب من خلال العمليات اللي احنا شايفينها وناجحة بشكل غير مسبوق. طيب سيادة اللواء، سؤال أخير، هل حضرتك شايف أن بعد هذا المؤتمر هيكون في خطوات جادة بالفعل للحرب أو القضاء على تنظيم داعش وغيره، يعني بغض النظر عن المسميات من التنظيمات الإرهابية؟ والله طبعا انا بتامل وبأمل اقصد خطوات عمليه يعني مش طبعا هو اولا انا عايز اقول بس اسمحيلي بس يعني خليني اوضح النقطه دي. التجمع هذا التجمع عندما تم تكوينه سنه 98 كان هدفه اقتصادي، ثم تحول من اقتصادي الى او اضيف اليه ان يكون عسكري امني بالزبط. وقراراته كانت غير مفعله من سنه 98 لحد النهارده. التفعيل بتاعه ما كانش موجود. مصر هي التي دعت لهذا المؤتمر لأنها شعرت بخطر تهديد الإرهاب يهدد القارة الأفريقية. وبالتالي هذا المجتمع آليات وتفعيل القرارات بتاعته كلها سوف تتم على قدم وساق، لأن الوقت عايز أقول عدى الوقت متأخرين في قومتنا للإرهاب.
وبالتالي آليات هذا المجتمع، وهنشوف قراراته النهاردة بإذن الله لما نشوف. وأتمنى أن يكون ضمن هذه القرارات تكوين قوة أفريقية مشتركة للقضاء على الإرهاب في القارة الأفريقية. بالضبط. ودي أفضل. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل السيد اللواء دكتور طلعت موسى. شكرا وبصبح على حضرتك مرة تانية. نرجع لأخبارنا مشاهدينا ونروح لليوم السابع، الداخلية العثور على جواز سفر وحقيبة رجني مع عصابة القاهرة الجديدة. أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه علاقة التشكيل العصابي بالقاهرة الجديدة والذين تم قتلهم صباح أمس الخميس بحادث مقتل الشاب الإيطالي جوليو رجني. وقالت الداخلية أنه تم العثور على جواز سفر وحقيبة رجني مع عصابة القاهرة الجديدة التي تم تصفيتها أمس. ومن المصري اليوم، محافظة القاهرة تكليف اللواء أحمد تيمور بتسيير أعمال المحافظة. قال بيان صادر عن محافظة القاهرة مساء أمس الخميس أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتكليف اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية للقيام بمهام محافظ القاهرة وتسيير أعمال المحافظة. وتمكن اللواء أحمد تيمور أثناء تولي منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية من إنجاز بعض المهام، أهمها محاربة الفساد ومنع البناء على أراضي الدولة ومواجهة المخالفات بشدة وحزم. وتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء بشكل مؤقت قائما بأعمال رئيس الوزراء اعتباره أكبر نواب محافظ القاهرة. ونروح للشروق، ومصر تتعاقد على شراء 60,000 طن قمح فرنسي. تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 60,000 طن قمح فرنسي بمتوسط سعر $189.20 للطن، وذلك لإنتاج الخبز البلدي المدعم. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية في تصريح صحفي أمس الخميس، قال أن الشحن سيتم خلال الفترة من 25 أبريل إلى 5 مايو المقبل. ونروح للوفد، وزير التجارة يقرر مد معرض القاهرة الدولي أسبوعا. وافق المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة على مد فترة عمل معرض القاهرة الدولي لمدة أسبوع اعتبار من 26 مارس الحالي وحتى الأول من أبريل المقبل، استجابة لطلب معظم العارضين، خاصة وأن المعرض قد ساهم وبشكل ملحوظ في الترويج لبضاعتهم في ظل حالة الركود التي تمر بها كثير من الشركات. أكد محمد محمود سامي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن الوزير وجه أيضا بأن يتم تخفيض قيمة مشاركة الشركات العارضة خلال مدة المد إلى 25% فقط من إجمالي قيمة المشاركة خلال الفترة المقررة للمعرض. وأشار إلى أن مد المعرض لمدة إضافية سيسهم في إحداث رواج لمنتجات الشركات العارضة، وبالتالي سينعكس إيجابا على حركة البيع والشراء بالسوق الداخلي. ونروح لآخر خبر في أخبارنا المحلية من جريدة الوطن والمركزي، يحدد سقف رئاسة أي بنك ب9 سنوات. أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بأن لا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات متصلة أو منفصلة. وذكر المركزي في بيان أمس الخميس أنه في حال تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 فإنه تمنح مهلة لبنوك القطاع الخاص ويستمر في عمله حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي. وأرجع المركزي هذه الخطوة إلى الرغبة في تحفيز الكفاءات وضخ دماء جديدة في البنوك المصرية ودفع الصفوف الثانية إلى الأمام. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معنا في أخبارنا المحلية. الأخبار العالمية بعد الفاصل، خليكم معنا. وأول خبر معانا في أخبارنا العالمية من واشنطن بوست، ووزير الداخلية الفرنسي إحباط خطة لتنفيذ تفكيرات جديدة في باريس. أعلنت الحكومة الفرنسية مساء أمس الخميس أن قوات الأمن الفرنسية تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم كانوا يقومون بتحضيرات جدية للقيام بهجمات إرهابية جديدة. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن خطة تنفيذ الهجمات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.
نروح لجارديان والعلاقات العائلية وارتكاب الجرائم تجمع عناصر داعش. نشرت صحيفة جارديان البريطانية مقالا لجيسون بورك يحلل في العلاقات التي تجمع بين المتشددين، وقال كاتب المقال أن العلاقات العائلية وارتكاب الجرائم هي ما يجمع بين عناصر تنظيم داعش، وأضاف أيضا أن منفذي الهجوم على مطار بروكسل هما الأخوان خالد وإبراهيم البكراوي، ولا يجب أن يكون أمرا مفاجئا بالنسبة لأي شخص. أشار أيضا إلى أن العديد من المحللين لديهم ثقة أن هناك عددا كبيرا من المراهقين والشباب المتورطين في جرائم صغيرة أو خطيرة، وممن تربطهم ببعض علاقات عائلية، هم من ضمن صفوف المتطوعين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح أن تنظيم داعش جمع بين هاتين الخاصتين بين عناصره. وآخر خبر معانا في أخبارنا العالمية من ديلي ميل، تعادل ضعيف بين إسبانيا وإيطاليا في ريولي. انتهت مباراة منتخب إيطاليا الودية مع نظيره الإسباني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ملعب ريولي مع أقل فريق أودينسي، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2016. المنتخب الإيطالي افتتح أهداف المباراة عن طريق لورينزو إنسيني في الدقيقة 67، لكن البديل أرتيز خطف التعادل من متابعه الكرة الساقطة من بوفون في الدقيقة 70 بهدف مشكوك في صحته، وبدأت المباراة بدقيقة صمت حداد على وفاة الأسطورة الهولندي يوهان كرويف. مشاهدينا، بهذا الخبر الرياضي من ديلي ميل انتهت أخبارنا العالمية، وتعالوا دلوقتي نروح نشوف تقرير عن الاجتماع النصف سنوي للجنة العليا المشرفة على المشروع البحثي لدراسة أسباب أزمات القلب والشرايين التاجية عند المصريين، وده بمشاركة المجموعات البحثية المشاركة وبإشراف الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب. نشوف. الحقيقة هذه الجمعية رغم أنها ولدت قريبا جدا، إنما ولدت بمنتجات وأبناء كثيرين وكثيرات، لأنها مولودة وعندها هذا البروجكت القوي جدا. وإحنا كجمعيات ليست وظيفتنا الأساسية عقد المؤتمرات وخلاص ونروح بيتنا والسلام عليكم وعليكم السلام، لا، إحنا أهم من عقد المؤتمرات لابد أن احنا نشارك في البحث العلمي ونقدر أن احنا نعمل بنية أساسية للبحث العلمي. هو ده اللقاء الثاني فعلا للمشروع البحثي اللي بتشرف عليه الجمعية. الحقيقة المشروع البحثي دوت مشروع لدراسة أسباب مرض تصلب شرايين القلب عند المصريين. هو الأسباب الحقيقة في العالم كله تقريبا واحدة، عوامل خطورة، 7-8 عوامل خطورة ما بين سكر، ضغط، كوليسترول، تدخين، عوامل وراثية، دي أسباب معروفة في العالم كله. لكن الحقيقة وجدنا أن أسباب دي بترتيبها بيختلف من بلد لبلد، وحسب نوعية الغذاء، حسب عادات التدخين، حسب عوامل وراثية، دول البحر المتوسط غير دول أمريكا غير دول الصحراء. فلابد أن كل مجتمع وكل دولة تعرف ترتيب الأسباب دي عندها علشان تقدر تحط سياسات علاجية، تقدر تحط سياسات وقائية. بنعمل دراسة على مرضى اللي بيصابوا بأزمات في الشرايين التاجية، أزمات حادة، وإحنا الدراسة دي بتهمنا نعرف إحنا إزاي مقارنة بالعالم بنتصرف في الحالات اللي زي دي بالنسبة للمستشفيات العديدة. هو ده بروجكت إحنا عاملينه عشان نشوف طريقة توزيع الدهون المفيدة والضارة في دم المصريين، وده طبعا بيعتمد على حاجات كثيرة، على الأكل وعلى الإكسرسايز وعلى التدخين وعلى السكر. فإحنا حبينا نشوف الأول شكل تحاليل الدهون في دم المصريين كسامبل، طبعا راندم سامبل من كل حتة من جامعات مختلفة وسنترز مختلفة، لأن ده بيخلينا بعد كده نعرف إيه الطرق العلاج المناسبة ليهم. لازم نغير نمط حياتنا بأن احنا بنبتعد عن الوجبات السريعة، لازم نمارس رياضة نص ساعة بكل يوم، لازم بقدر الإمكان يعني نقلل من الزيوت ومن واستعمال اللي هي الحاجات المقلية والسمن والكلام ده كله. والحاجة التانية لازم نعمل حاجة اسمها يعني كشف مبكر لانسداد الشرايين ده، أو نعمل كشف مبكر لارتفاع دهونيات الدم عن طريق المعمل ماشي، او عن طريق الاشعاعات اللي بتتعمل ام ار اي على الشرايين التاجيه. الشرايين التاجيه انسدادها ممكن يحصل بطريقتين، طريقه بتحصل بالتدريج ودي ممكن تاخد سنين، ويبتدي العيان يحس الاول بالم في صدره والاول في مع المجهود، وبعد كده ممكن تيجي في الراحه، وبعد كده ممكن يحصل الانسداد الكلي اللي يعرضه بعد كده للجلطات القلبيه.
لكن ممكن كمان يحصل في لحظة، ودي بيبقى لها أسباب مختلفة. يعني ممكن يحصل تقلص الشريان التاجي، ممكن يحصل انسداد بجلطات صغيرة، وده بيصيب العيان بألم شديد في صدره، وعلى حسب بقى اللي موجود ما بين ذبحة صدرية أو جلطة في الشريان التاجي. بالفعل احنا أدخلنا عدد كبير من المرضى في مجال البحث دوت، واحنا في انتظار نتائج اعتقد انها هتكون مفيده جدا، مش بس المرضى الشرعيه، اعتقد انها هتكون مرضى جمهوريه مصر العربيه فيما يخص مجال تصلب الشرايين ودهنيات الدم. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وخلونا نشوف دلوقتي تقرير تاني، تقرير مهم جدا عن المهرجان الرياضي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، وده تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء. هنشوف هذا التقرير ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا. صباح الخير عليكم، صباح الدين من سيناء. النهارده بنحتفل باليوم اليوم الرياضي للاشخاص ذوي الاعاقه، والمنظمات طبعا شباب الرياضه، ومعانا استاذ محمد الخليلي مدير اداره الرياضه بشمال سيناء. نتعرف بحضرتك النهارده اليوم هيتعمل فيه ايه وايه البروجرام بتاعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا ان شاء الله النهارده عندنا اليوم الرياضي لذوي الاعاقه، زي ما عرفت مع حضرتك احنا مسمين يوم ذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم ده احنا بنشارك فيه جميع الإعاقات اللي موجودة عندنا هنا في شمال سيناء. اليوم الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بيشاركوا في كل الأنشطة الرياضية المتاحة ليهم اللي بتتناسب مع السن بتاعهم والإعاقة بتاعتهم. في عندنا فقرات رياضية، في عندنا فقرات فنية، في عندنا فقرات ترفيهية. إن شاء الله احنا بنهتم بهذه الفئة، لأن كل المشروعات اللي موجودة عندنا في الرياضة بتهتم بالأسوياء، فاحنا فكرنا ان احنا يكون لنا اهتمام بالفئة المنسية أو الفئة المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة. عملنا لهم يوم خاص ليهم بننفذه إن شاء الله النهاردة بالتعاون مع معظم الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة. طب شباب الرياضة بتكرم الأبطال منهم؟ ما هو بتكرم الأبطال لما يكون في مسابقات رياضية، بيتم تكريمهم بما يتناسب مع الإعاقة والفئة بتاعتهم. زي ما قلت حضرتك احنا المتميزين فيهم ان شاء الله هيشاركوا معانا في لقاء خارجي في احدى المحافظات ان شاء الله، هيتحدد بعد النشاط ده ان شاء الله. طب ايه الخطة المستقبلية بقى لذوي الاحتياجات في المحافظة بالنسبة للبطولات والندوات الترفيهية والرحلات والحاجات دي؟ هو البطولات دي من اختصاص نادي المعاقين اللي موجود، وهم بالفعل كانوا مشاركين وجايبين المركز الاول على مستوى الجمهورية في كرة القدم، وهم حصلوا على المركز الاول بمشاركة خمس فرق. كانوا التصفيات كانت في القاهرة، وان شاء الله في ليهم تصعيد للمستوى الاعلى ان شاء الله. رجعنا لكم تاني ومعانا بطلتنا الجميلة، بطلتنا فادية سمير أمير، حاصلة على أكتر من مركز على مستوى الجمهورية في تنس الطاولة للمعاقين، وهي النهاردة بتشارك معانا في اليوم الرياضي تبع شباب الرياضة. نحب نسألك يا فادية، إيه النهاردة؟ يوم جميل بصراحة، يعني هو يوم جميل ومجمعنا سوا وخلينا نشوف بعض، يوم ترفيه. في كانت بطولات اتعملت أو حاجات أو مسابقات هنا؟ لا لسه هنبدأ البطولات والمسابقات مش عارفة، هنلعب تنس وحاجات، يوم ترفيهي يعني مش حاجات رسمية. تمام، اليوم يعني جميل بالحضور الناس المعاقين اللي موجودة، برحب بيهم كلهم طبعا. ونسأل فادية ايه البطولات اللي حصلت عليها يا فادية؟ بطولات جمهورية كتير، افريقيا، انا اول افريقيا على فكرة، ورحت الارجنتين وايطاليا وفرنسا، ولعبت في بطولة لندن 2012. طب انت شايفه ان على مستوى المحافظه المعاقين واخدين حقهم هنا عندنا في سيناء؟ شمال سيناء؟ لا، على مستوى الجمهوريه يعني مش قوي برضه. وايه البطولات اللي جايه ليكي ولا مفيش حاجه دلوقتي؟ لا، هي اخر بطوله كانت الشهر اللي فات، بس مش عارفه في بطولات جايه ولا لا.
باسم مديرية الشباب والرياضة بنرحب بأولادنا أبطال الإرادة والتحدي، وإن شاء الله بمشيئة الله تعالى دي طبعا النهاردة إدارة الرياضة بتحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في يوم ترويحي وفقرات فنية ومسابقات رياضية. وأنا بشكر إدارة الرياضة بقيادة الأستاذ محمد الخليلي، وبنرحب بكل أولادنا أبطال الإرادة، والنهاردة بهنيهم إن شاء الله بمشيئة الله بفريق السم والبكم ذوي الاحتياجات النهاردة اللي صعد للأدوار التمهيدية الدور التمهيدي كمان في التصفيات الدوري الترقي. الطلاق قرار ينتهي إليه الزوجان بالتفاهم أو بعد خلافات وصراعات جعلت من الحياة مستحيلة، ونتيجة لذلك قد يخسر كلاهما بعض من إيجابيات الحياة الأسرية، إلا أنه وفي النهاية يظل الخاسر الأكبر هم الأبناء. الأطفال في السن ده بيبقوا طبعا حساسين جدا، الطفل قوي الملاحظة جدا في السن ده، ذكي جدا، سهل ان هو يلاحظ اي تغيير بيحصل حواليه بمنتهى السهولة، فدي طبيعة الاطفال بوجه عام في السن الصغير ده لحد ممكن ما يوصل 7 سنين، وهي دي الفترة اللي بيكون فيها شخصية الطفل. الحالة الاسرية بالنسبة للطفل دي هي اللي بتكون كل حاجة، هي بتكون شخصيته، بتكون طريقته، كلامه، كل حاجة في شخصيته. فدايما الطفل بيكون مراية لبيته، يعني تشوفي الطفل تعرفي علاقة الأب والأم عاملين إزاي، مستوى الحياة الاجتماعية بالنسبة لهم عاملة إزاي، هو مراية لبيته يعني بجميع الأشكال في كل حاجة. طبعا الطفل اللي بيبقى مامته وبابا مطلقين بيبقى يعني عنده عنف جدا، عنيف جدا، وممكن يبقى في طفل تاني منطوي جدا، ممكن واحد تاني على طول متوتر، فيعني طبعا بيبقى بيأثر عليه بالسلب جدا في حياته كلها. بين قوانين الأسرة وتشريعات القضاء من جهة ونزاعات الأب والأم من جهة أخرى، يبقى الطفل حائراً بينهما، الأمر الذي يؤثر بالسلب على صحته النفسية وفقده للشعور بالأمان. إذا المشاكل دي على طول موجودة وبعنف وما فيش مراعاة للصحة النفسية للطفل في السن ده، فده بيخلي الطفل يا إما انطوائي جداً وخايف يتعامل مع الناس طبعاً نتيجة اللي بيشوفه، أو بيكون عنيف جداً نتيجة برضو اللي بيشوفه هو بيعكسه على تصرفاته مع الناس. المفروض أي طفل في المرحلة دي يعني عايش في جو أسري يعني كويس، يعني مامته وبابا موجودين، تبقى الحياة طبيعية، مامته وبابا بيروح الشغل ومامته في البيت بتذاكر له. أما طبعا لما بيبقى ما فيش كده بيبقى في حاجة ناقصة. الطفل اللي أبوه وأمه منفصلين ما بيكونش متعاون خالص، ما بيكونش حاسس، يعني طبعا اللي بقوله لك دوت يعني في ناس بتقدر توازن، بس لو التوازن ده ما اتعملش صح الطفل بيتدمر خالص، نفسيته بتتعب. تعتبر قضايا الطلاق من اكثر القضايا الاجتماعيه الشائكه، خاصه بعد ارتفاع معدلات نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الاونه الاخيره. اصبحت عندنا اطفال معروف كل الدنيا تعرف كده كويس، مرمية في الشوارع ومتروكة بلا أب وبلا أم، ده ناتج عن الخلافات الأسرية. الخلافات الأسرية اللي هي بتنتج بين الأب والأم نتيجتها في الآخر أطفال شوارع. احنا مثلا نقول إن الزوج والزوجة بعد الطلاق إن هم يفضلوا مع بعض، يعني مش يفضلوا مع بعض، على الأقل يفضلوا على علاقة مع بعض، علاقة سوية مع بعض، إنما مش بعد ما يتم الطلاق إن أنا تلاقي الزوج بيشتم الزوجة والزوجة بتشتم الزوج وأبوك عمل وأمك عملت، كل ده بيعمل لهم مشاكل نفسيه. الطفل محمي بالقانون، انما المشكله الاساسيه في ايه؟ في تطبيق القانون نفسه. يعني انا عندي القانون كفل كافه الحقوق للطفل اذا كانت قوانين الاسره او اذا كان قانون الطفل نفسه، انما المشكله هي في الاساسيه في التطبيق. احنا لما بنيجي هنطبق النهارده نصوص مواد القانون الطفل هياخد حقه، انما التنفيذ بقى تنفيذ على ارض الواقع، هل الطفل ده بياخد حقه ولا ما بياخدش حقه؟ الأمر الذي يجعلنا نسلط الضوء على ضرورة وجود ضوابط وقوانين ملزمة
تحمي حقوق هؤلاء الأطفال في المستقبل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وطبعا اللي احنا شفناها في التقرير ده جزء من الموضوع الطلاق، ولو اننا احنا يعني اتكلمنا فيه كذا مرة بس النقطة دي أو الزاوية دي ما تكلمناش فيها. ضحايا الطلاق مش يعني أكيد بتبقى الزوج والزوجة والأسرة بالكامل، ولكن الأطفال بيبقى عليهم مشكلة كبيرة. مش بنشجع على الطلاق، بس إذا حصل الطلاق لازم لو في أطفال إن إحنا نحاول نوزن الموضوع، وإذا أقرينا إن ده واقع بيحصل دلوقتي وبقى كمان كتير جدا بغض النظر عن الأسباب، فلازم اللي بياخدوا القرار ده وعندهم أطفال يكونوا فاهمين كويس قوي قوي هم بيعملوا إيه. هنعرف تفاصيل كتير، وطبعا مستنيين أراء حضراتكم. لو في حد عنده أي مشكلة عايز يسأل فيها يكلمنا على الأرقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة، أو يبعت لنا على صفحتنا على فيسبوك وإحنا هنقرأ مشكلته، وياريت نسمع منكم على قد ما نقدر عشان نقدر نحل معظم المشاكل. خلونا بقى نبدأ موضوعنا ونرحب بضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتورة هالة عثمان المحامية بالنقد. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك. برحب أيضا كابتن طيار جلال بركات رئيس جمعية إنقاذ الأسرة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. في البداية كده دكتورة هالة خليني أبدأ بحضرتك، حضرتك شفتي الأول التقرير ده إزاي؟ يعني ده هل فعلا أبناء الطلاق بيكونوا مش متعاونين وعندهم مشاكل طول الوقت؟ يعني هل ده واقع يعني أو ده السائد؟ أنا عايزة بس أقول الأول حاجة، أنا حضرتك قلتي إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. لا ده إحنا عايزين نتكلم فيه كتير وكتير وكتير. مش بيخلص. لأني عشان خاطر نبدأ نصلح مجتمع أو نعمل تغيير حقيقي للمجتمع يبقى لازم نصلح الأسرة. صح. ونصلح الأسرة ندور على مواطن دايما الخلاف اللي بتوصل الخلاف للشجار، اللي بتوصل للمحكمة، اللي بتوصل إن في أجيال جديدة بتبقى عندها من العيوب النفسية الكتيرة قوي اللي تخلي دايما إن إحنا واقفين محلك سر. لو إحنا زي ما حضرتك بتقول كده دايما ما يموتش الحق أبدا أدام وراه المطالب بتاعه، أدام إحنا عايزين التغيير يبقى لازم نيجي الأسرة الصغيرة دي وندور على أسباب الشجار بتاعتها وندور إيه العواقب. طبعا أنا شفت التقرير، والتقرير ده جزء صغير جدا من الواقع اللي احنا بنعيشه. حضرتك لو 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 كتير من الأطفال الصغيرين اللي بيكون عندهم أمراض نفسية، كتير من الأطفال الصغيرين اللي بيكون أطفال الشوارع، كتير من الأطفال الصغيرين اللي بيوصلوا لحالة الإجرام وبيخشوا في جرائم ممكن توصلهم للحبس، بيكون معظمهم، أنا بقولش كلهم بس معظمهم، بيكون نتيجة لأن الأسرة مش سوية. الأسرة لما حصل خلاف أو شجار أصبحوا أعداء وأصبحوا ضد بعض الاثنين، وبالتالي فهما الاثنين بيأثروا تأثير سلبي. تمام. على أطفالهم وعلى الجيل اللي جاي. بس عايز أقول حضرتك حاجة، يعني هو أطفال الشوارع والأمراض النفسية والحاجات دي مش شرط يكون الأب والأم مطلقين. أنا بقولك معظمهم ممكن يبقى في عنف جوه الأسرة نفسه، ممكن يكونوا مثلا مش موجودين أصلا وهما بتربيه مع حد. ممكن يكونوا مطلقين يعني انفصال بالورقة والقلم، ممكن يكون أصلا مطلقين او منفصلين وهم داخل الاسره. دي اخطر. اثر على الاطفال. فانا بقول معظمهم مش كلهم. بالظبط. طيب طبعا كابتن جلال اكيد لحضرتك يعني وجهه نظر عايزين نحب نعرفها كده قبل ما نستقبل. الحقيقه انا اتفرجت على التقرير وانا موافق تماما على الكلام بتقوله الاستاذه هاله. ما فيش شك ان في مشكلة كبيرة في قوانين كتير في مصر، إنما كان أهم مشكلة بتواجهنا هي المشكلة المجتمعية الخطيرة اللي هي مشكلة الطلاق اللي بنتج عنها أطفال الطلاق. أطفال الطلاق طبعا معروف تبقى تصرفاتهم إزاي وأخلاقهم إزاي وعددهم وثقافتهم إزاي، خصوصا إن في مشكلة كبيرة في القانون إن هم بيقدروا يشوفوا طرف أكتر من طرف بمدة كبيرة، فالجوار اللي في القانون بينعكس على تصرفات الطفل، بيشوف طرف لمدة طويلة. شايف إن القانون مراعاش نفسية الطفل يعني؟ لا ده أنا هتكلم عن القانون بقى كتير قوي. لا طبعا القانون احنا حطينا مثال كبير قوي او كلمه كبيره جدا اسمها المصلحه الفضلى للصغير، وحطينا تحتها شويه حاجات اللي هي المصلحه الفضلى للكبير او المصلحه الفضلى للحاضنه، وما شفناش وما بصناش لمصلحه الطفل. يعني اين مصلحه الطفل ان هو ما يشوفش ابوه غير 3 ساعات في الاسبوع وين شافه؟
فين المصلحه الفضله للصغير؟ فين المصلحه الفضله للصغير ان يبقى يعزل تماما عن وليه وليه ما يبقالوش تحكم فيه؟ اين المصلحه الفضله للصغير؟ فاحنا حطينا قول ولم نلتزم به. طبعا ابناء الطلاق علشان الحالة اللي بيعيشوها مع طرف ضد طرف بيبقى ليهم أخلاق معينة بيبقى فيهم يعني عيوب كتيرة قوي. طيب موضوع يا دكتورة إن في طرف بيضغط وحضرتك برضو قوليها لي من الناحية القانونية دلوقتي، بس كابتن جلال كان بيقول إن الابن ممكن ما يشوفش أبوه غير 3 ساعات في الأسبوع وفقا للقانون أو يوم أو يومين أو حسب ما بيتفقوا. في بيحصل بقى حاجات تانية ما يعني إحنا ما بنلتزمش بيها، يعني مثلا ممكن أنا أضغط بطريقة ما إن أنا ما خليهوش يشوف الولاد إلا إذا كذا كذا كذا، أو العكس لو الأولاد مع أبوهم وأمهم مش قادرة إن هي تعيشهم معاها، فبيبتدي يعني ان هو يقول لها لا مش هتشوفيهم النهارده، لا خليها بكره، لا الاسبوع الجاي، اصلهم مسافرين، اصلهم كذا، هي ما بتقدرش تعمل حاجه ساعتها. المفروض في اللحظه دي انا بعمل ايه؟ بصي انا بقول البنادي المشرع وبقول ان اولويات الملفات اللي تكون مطروحه على مائده المفاوضات والمباحثات والاقرارات هو ملف الاحوال الشخصيه في مصر. ملف الأحوال الشخصية وبالذات ناخد العلاقة اللي هي بعد انفصال الزوج والزوجة والمفترض مصلحة الصغير زي ما الكابتن بيقول إن لازم تكون هي المصلحة العليا، وإن المصلحة العليا دي لازم يكون فيها قوانين مفسرة ومفصلة. بمعنى إيه؟ حضرتك بتقولي دلوقتي إن بيعتبر إن الابن أو الابنة ورقة ضد ضد الآخر بالزبط. بمعنى بالزبط. اني انا النهارده بعمل عشان عملية الطرف التاني اضغط بالطفل، بعمل عملية محو لشخصية الطفل في الوقت دوت بشكل غير مباشر وبطفي شخصيتي انا عليه. بمعنى النهارده انا كقانون بيقول لي والله كأب بعد او الأب او الأم بعد الانتهاء الحياة الزوجية ووجود حالة تانية سواء حالة الانفصال او الطلاق، الانفصال الجسدي او الانطلاق، بيبقى فيه اسمها الرؤية. الرؤية دي بيقول لك مرة المفترض يكون فيها المرة دي مراعاة لمكان اللي بيتم فيه، والمفترض يكون فيها مراعاة للتعدد الساعات اللي بينهم وبين بعض. التفاصيل دي مش موجودة في القانون يا دكتور؟ لا موجودة بس بشكل معمم. بمعنى ايه؟ يعني ان مخالفتها ما بيرتبش الجزاء الرادع، وهو على ده اللي بيشجع الطرف ان هو يضغط. وبالتالي بالزبط. الامر دايما انا بقول الامر دايما اللي فيه عبارات فيها جوازية وعبارات فضفاضة وعبارات فيها خيار للمفترض بيصدر الحكم منه بيكون الـ دايما ما بيبقاش الحكم حاسم. أنا النهاردة كزوجة الطفل معايا وللمفترض الأب واخد حكم برؤيته لمدة 3 ساعات في مركز شباب أو في مكان ما أيا كان المكان المفترض محدد في الحكم. أنا النهاردة امتنعت لسبب مقبول او غير مقبول المره دي. اروح انا وبعد اسبوع نفس القصه وبعد اسبوع تالت نفس القصه. كأب اعمل ايه؟ بلجأ للمحكمه. المحكمه بقولها والله يا محكمه انت حكمتي لي برؤيه الصغير دوت لمده زمنيه محدده ب3 ساعات في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، ولم ينفذ، وبالتالي الحكم دوت لم ينفذ لعدد من المرات، وعندي من الدلائل من الاوراق الرسميه اللي تؤكد ان الحكم ده لم ينفذ. انا كمحكمه النهارده ايه الحكم اللي هيكون مفروض يصدر في الوقت ده؟ ايه بقى المفترض بينقل؟ ده الامر جوازي للمحكمه الجوازي. يعني لو لقت ان الاعذار المقدمه من الحاضنه اعذار مقبوله فالموضوع ما بينتهي كانك ما عملناش حاجه، او الاعذار غير مقبوله فبينقل الحضانه بعد كده من الام للام الام، او حتى للمرحلة التالية ليها او للمفروض للدرجة اللي بعد منها. وبالتالي انا عارفة كأم وانا رايحة المحكمة ان القانون في صفي، وان القانون ممكن جدا بشيء من السهولة عن طريق المستندات او الاوراق ان انا اخسر الزوج الدعوة دي. فانا ما عنديش رادع، والعكس صحيح بالنسبة للأب. طيب انا اسفه استاذن حضراتكم بس احنا معانا مداخله مهمه الحقيقه. استاذ دكتور عبد الله النجار عضو المجلس الاعلى للبحوث الاسلاميه هو متابعنا من بدري وعايز يقول رايه. دكتور صباح الخير يا فندم. اهلا بيك واهلا بضيفيك الكريمين واهلا بالمشاهدين. اهلا بيك يا فندم، طبعا يسعدنا ان حضرتك تكون متابعنا من الاول. اهميه هذه الحلقه
لكن الحقيقة أنا يعني شايف إن البداية بتاعتها بتتجه اتجاه يعني غير محايد وغير موضوعي لمناقشة هذه القضية الخطيرة. تفضل. احنا عارفين إن الخلاف عندما يحدث بين الأب وبين الأم يبقى خلاف له تأثير حاد جدا على شخصية الولد. وللأسف يعني الخلاف لا نستطيع أن نقول إن الأم هي المسؤولة أو الأب هي المسؤول، هي المسؤولية مشتركة بين الطرفين. طبعا طبعا. لكن المصلحة الفضلى كما يقول سيادة اللواء ليست أني أزج بالولد في أطول معركة بين أبوين لم يستطيع أن يرتقي بسلوكهما وأخلاقهما إلى الحد اللي على الأقل يضبط سلوكهم أمام هذا الطفل الذي لا ذنب له فيما حدث. تمام. وبالتالي أنا عشان أجيب الولد وأدخله في معركة هو في غنى عنها وليس من مصلحته أن يشهدها بين أم وأم، سواء للأم كما يقولون عايزة تنتقم من الأب، أو أب يريد أن ينكل بالأم لأنها خدت الولد وهو عايز يكيد لها فإحنا في الحالة دي لابد أن نحتكم إلى معيار موضوعي. والمعيار الموضوعي اللي حطه القانون واستندوا فيه إلى رأي الشرع لم يكن رأيهم هباء. لما قالوا إن الحضانة للأم، الحضانة للأم دي مقررة بإجماع وليس فيها جدال. أيوه. وإن من حق الأب أن يرى الولد، لكن الرؤية لا يجوز أولا أن تغمض حق الأم في الحضانة. الأمر الثاني أنها لا يجوز أن تكون أداة لاستدراج الولد بالزبط. فيما يسمى استضافة أو فيما يسمى ب إن أبوه يتمكن منه علشان يقعد يقول له أمك عملت وأمك سوت وأمك خلت الولد في غنى عن هذه الصراعات. فأنا أرجو من سيادة اللواء، وهو يعني أنا كنت أتمنى أن يكون أحد معاه من الأمهات الحاضنات علشان يبقى الحلقة موضوعية حتى لا توجه إلى الدعاية لجهة معينة أو رأي معين. كنت أتمنى أن يكون حد معاه بهذا علشان يبقى النقاش موضوعي ولا يكون في خانة واحدة أو في اتجاه واحد. تمام. ابعدوا الأطفال عن هذه المشاغبات. وبعض الآباء بيبقى لا يريد إن هو ياخد الولد أو يريد إن هو يرعى الولد أو يحب الولد، هو مسألة في النهاية بتصب في خانة سيد القرب. أنا أريد أن أربط بالأطفال، أنا ليست عندي مشكلة مع أي طفلة أو مع أي أسرة أو مع أي حد، لكنني أقول بطريقة موضوعية، وأنا أرجو من الأستاذة المحامية وهي أم أن يكون التجرد هو الرائد وليس أن احنا نقول كلام كبير جدا وليس له قيمة في الواقع العملي، بل ربما يكون مردوده سيء. تمام. لا تزجوا بالأولاد في أطول معارك حلقاء لم يستطع الوالدان أن يتحرر منها. عدوا الأولاد. طب إذا حدث الخلاف وأردنا أن نحتكم إلى معيار موضوعي، نأخذ الولد نوديه للأم ولا نوديه للأب؟ الشرع يقول إن الحضانة للأم. فكون إن أنا أحاول أن أزحلح هذا الأمر الشرعي، وإحنا في مجتمع له تقاليده وله دينه وله ثقافته في تكوين الأطفال وفي تنشئتهم، أنا أعتقد إن هذا شيء خطير جدا جدا. وأنا أرجو أن تترفع الحلقة عن مثل هذه البداية السيئة. وأنا أرجو إنك أنت تجيبي حد مع سيادة اللواء ده لأنه اتجاهه معروف في هذا الأمر. طيب دكتور عبد الله، الدكتوره هالة عايزه ترد على حضرتك، خليك معانا ثانيه واحده. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. حضرتك بتقول انت شايف البدايه من الحلقه انها غير محايده، احنا ايه هو حضرتك اللي انت ترى ليك ان فيها غير محايد؟ احنا لسه بنتكلم على الاسره عموما، لا مع المراه ولا مع لا مع الزوج ولا مع الزوجه، ولا حتى احنا بنتكلم من ناحيه التشريع عشان نحافظ على الاجيال اللي موجوده بالنسبه للاطفال. حضرتك شايف العدم المحايده في ايه بالظبط عشان نقدر نتلافاه ونرد عليه؟ لان احنا طبعا قلت التشريعات والاستاذ سياده اللواء بيقول التشريعات، والتشريعات عايزه تعديل والتشريع. هو بالمناسبه انا مش لواء يا دكتور عبد الله، انا طيار مدني يا دكتور. طيب كابتن جلال، يعني حضرتك بتقولي التشريع الموجود الان يقول الحضانه للام، حضرتك لا حضرتك النهارده لما تيجي الام ايه اللي اتغير في التشريع؟ لا حضرتك ثواني بس، لما الام مره واثنين وثلاثه تحرم الزوج من ان هو يرى الطفل، المفترض انا كاب او كزوج اعمل ايه؟ اعمل ايه في الوقت ده؟ الرؤيه. شوفي
طب هو دلوقتي هي هو ما راحتش من يعني الرؤيه مره واثنين وثلاثه يعني. اتكلم انت امام الميكروفون اديني فرصه اتكلم ارد عليك. اتفضل. ما قال احد ان الاب يحرم من رؤيه ولده. ما قال احد ان احنا نحرم الاب من رؤيه الولد. صح. او ان احنا نحرمه من الولايه لان ولايته على الولد مقرره حتى ولو كانت الحضانه للام. ولكن قول ان الولايه يجر الولد الى انه يخش في معارك بين الاب والام. لا 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 مفيش حد ابدا هيناشد بالكلام ده. ولا الاب ولا معارك ولا اي حد. دكتور طيب انا عايز ارد على دكتور الا بان تثبت حضانه الام على نحو محترم بالقانون. هو اللي ممكن يعمله الاب او الام لو طرف امتنع يا دكتور. لو طرف امتنع وفي نفوس مريضه ونفوس ضعيفه بيضغط وبيمتنع هنعمل ايه؟ القانون نظمها. القانون نظمها. ده مش حقيقي. الكلام ده مش حقيقي. هو ده اللي انا بكلمه عشان حضرتك. انا عايز اقول حاجه مهمه حضرتك بعد اذن حضرتك. مع كامل احترامي للدكتور عبد الله النجار وهو احد علمائنا وانا احترمه واحترم علمه، انما انا عايز ارد على الدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله بيقول ان مش عايزين نزج بالطفل في هذه المشكله. اللي زج بالطفل في هذه المشكله القانون، اللي قوى طرف على طرف اخر، فاللي زج بالمشكله في القانون للدكتور عبد الله بيدافع عنه. اسمح لي اكمل استاذ بعد اذن حضرتك. انا عايز اعرف بس الزوج يعمل او الزوجه تعمل ايه. وهل عشان ما زوجش بالطفل زي ما الدكتور عبد الله بيقول في المشكله اعزل الطفل عن ابوه ما يشوفش ابوه غير 3 ساعات في الاسبوع واحطه مع امه خلاص عشان اعزل عشان ارد على ما فضلك. اسمعني دكتور عبد الله بعد اذن حضرتك ارجوك اسمعني. يعني اعزل الطفل عن ابوه عن ابوه خالص عشان ما زوجش بيه. المشكله الدكتور عبد الله بيقول ان الحضانه ما فيش فيها انها مقرره شرعا. لا الحضانه فيها خلاف يا دكتور وحضرتك تعلم كده وانت زيد العارفين. واذا كان الحضانه فيها خلاف وانها موجوده وسن 15 سنه اللي طلعناها بيها الازهر مش موجوده على المذاهب الاربعه حضرتك بس اللي بتناجي بيها دكتور عبد الله. ما فيش سن 15 سنه. ارجوك اسمعني انا سمعتك للاخر لو سمحت اسمعني. حضرتك كمان بتقول ان حق الام في الحضانه. انا لما انزع الام في حضانتها انما ما حدش نزعني في ولايتي. سيادتك لما خدت مني الولايه التعليميه واديتها للام انت نزعتني في ولايتي. ولايتي تعلم تماما يا دكتور عبد الله. انا ما اعرفش حضرتك تعرف ولا ما تعرفش ان الولايه على المذاهب الاربعه لا تجزا. حضرتك خدت الولايه التعليميه اديتها للحاضنه يبقى تقول زي ما انت منزعني شويه. لا اتزعت ولايتي. وبعدين 3 ساعات يا دكتور عبد الله حضرتك كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الطفل بيقعد مع ابوه طول اليوم وكان بيقعد مع امه طول الليل. فكان الاختيار حر بين الطرفين. فكان بيشوف ابوه بنفس كميه الوقت اللي بيشوف بيها امه. فكان الطفل بيختار كان بيختار مظبوط. انما انت دكتور عبد الله عايز الطفل يبقى مع امه باستمرار وابوه ما يشوفوش. طيب كابتن جلال نسمع بقى دكتور عبد الله دقيقه. اتفضل يا دكتور. يعني ما ينفعش ان واحد يبقى قدام الميكروفون ولا يسمح لغيره. من فضل حضرتك مالكش دعوه باخلاقي يا دكتور عبد الله وتصرفاتي. يعني ايش في الموضوع؟ كابتن جلال ارجوك ايش في الموضوع؟ كابتن جلال من فضلك بس نسمع الدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله ملوش دعوه بتصرفاتي. يتكلم في اساس في اصل الموضوع. تصرفات سيادتك بس لو سمحت. ايه هو يعلمني اتكلم قدام الميكروفون ازاي؟ دقيقه واحده يا كابتن جلال من فضلك. دكتور عبد الله اتفضل. كل الحضانه فيها شك. ايوه الحضانه فيها خلاف. طب وانت ما فيش حاجه نسمع وهنرد عليه لو سمحت. ايوه الحضانه فيها خلاف يا دكتور. كابتن جلال هنسمع بس الدكتور عبد الله ونرد عليه حالا. اتفضل يا دكتور نتناقش بهدوء بعد اذنكم. اتفضل يا دكتور. انا كنت اتمنى ان يكون احد غير سياده اللواء هو الذي يتكلم في هذا الموضوع. وانا برضو كنت اتمنى حد غير حضرتك يتكلم في موضوع اللي انت مش لواء بس هو مش لواء يا دكتور. وحضرتك معروف علاقتك بمجلس القومي للمرأة يا دكتور عبد الله. ثانية واحدة. من فضل حضرتك تكلم في صحيح الدين يا دكتور عبد الله واخلع رداء تحيزك للمرأة بالمجلس القومي للمرأة. لا كابتن جلال لو سمحت نهدى بس شوية نتناقش بهدوء. اولا انا لست عضوا بالمجلس القومي. انت عارف علاقتك بيهم يا دكتور عبد الله انت كل يوم عندهم. كنت اتمنى ان حد غيرك ان ده لصالح الجمعية برعاية للجمعية اللي انت بتمثلها. وانا كنت اتمنى ان يتحدث غيرك في هذا الموضوع. وانا كنت اتمنى ان يتحدث غيرك في الموضوع ده عشان يتكلم بميزان العدل والحق يا دكتور عبد الله. لا احنا كده مش هنتناقش بهدوء. من فضلك دكتور عبد الله اتفضل كلمه اخيره من فضلك. انا عايز اقول ان ما كانش صح ان انا بتكلم وهو قدام الميكروفون ويقاطعني. يشكك في الحضانه. يشكك في الحضانه الاستاذ ويقول لك الحضانه محل خلاف. هو حضرتك ما تعرفش الحضانه فيها خلاف يا دكتور عبد الله ولا ايه؟ انت كلامك في هذا الموضوع محل شك وغيبة. كلام حضرتك انت اللي فيه شك يا دكتور عبد الله. مفيش 15 سنه طيب. حضانه وانت تعلم ان الحضانه فيها خلاف على المذاهب الاربعه يا دكتور عبد الله. طيب ابدا الموضوع طيب عشان بس احنا الموضوع كده دخل في حاجه ثانيه. دكتور عبد الله حضرتك لسه معانا؟ لا انا ارجو بس ان انت حضرتك ترجعي الكلام في هذا الموضوع وتجيبي حد يرد على الاستاذ ويقعد معاه مع سياده اللواء لان ده جمعيه ولا يجوز ان يوجه برنامج للدعايه لجمعيه معينه او لفكره معينه على حساب المصلحه العامه
لا الكلام مفيش مصلحه حضرتك ده مش مظبوط يا دكتور. لا لو سمحت اسمح لي معلش الكلام ده مش مظبوط. احنا جايبين ناس ليها تجربه وجايبين الدكتوره هاله خبيره قانونيه وبنسمع من الناس على التليفون، فانا ما بتحيزش ولا بعمل دعايه لاي جمعيه ولا لو سمحت اسمح لي. اسمحي لي الدكتوره هاله من حقها ان تستمع الى وجهتي النظر حتى يكون رايها في الموضوع موضوع. انا بتكلم من الناحيه القانونيه. انا يا دكتور انا ام وزوجة والمفترض محامية بعمل بالقانون، ولما باجي بتكلم أنا بقول إن في عوار في القانون. أنا مش ضد الحضانة سواء مع الأب أو الأم، لأن هما الاتنين طرفي الأسرة. لو إحنا ما أصلحناش الأسرة دي يبقى إحنا مش هندور على أجيال ممكن تكون أجيال سوية نقدر نبني بها مجتمع حقيقي. فأنا بقول النهاردة في عوار، وأولى الأولويات اللي تكون موجودة في البرلمان أو في مجلس النواب هو ملف الأحوال الشخصية دون التطاول او دون التطرق ان الحضانه هنا او الحضانه هنا. انا بقول ما هو الجزاء القانوني في حاله عدم وجود الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانه عن تنفيذ حكم الرؤيه. الامر جوازي، الامر جوازي بالنسبه للرجل او للمراه. انا معاكي في هذا الموضوع بس هو ده اللي انا بدور عليه. طيب. اسد الثغرات عشان اقدر اللي تمتنع عن الرؤيه براقة. الام اللي تمتنع عن الرؤيه ايه؟ نعم حضرتك قلت الام اللي تمتنع عن الرؤيه مالها؟ يعني الرؤيه من حق الاب وقلنا من حق طبعا الاجداد. والام اللي تمتنع تراقب عن هذا الامر. ايوه انا قصدي كده. احنا قلنا ايه غير كده يا دكتور؟ انا قصدي كده. اصل احنا قلنا حاجه تانية غير كده. لا بس انا عايز اضيف حضرتك حاجه. انا عايز اضيف حضرتك اتهمتنا اول قلت انا عايز ارد على النقطه دي. لا يمكن ابدا. انا عايز ارد على النقطه دي. انا لا بتكلم على طلاق الاضرار اللي على السيده ولا على الرجل. انا بتكلم على طلاق الاضرار الطلاق على الطفل. ماليش دعوه دلوقتي لا بالست ولا بالراجل. انا بتكلم ان انا مش عايزه اخلي الطفل يحس بكل اللي بيحصل ده، ورؤيه ومحكمه ويروح مش عارف هنا 3 ساعات وهنا ساعتين. انا بتكلم على الموضوع ان هو يبقى فيه تفاهم ولازم الجا للقانون. في مشاكل في القانون يتغير. واحنا لو ما قدرناش نحكم الزوج والزوجه المنفصل والمنفصله حضرتك يبقى لا يمكن ابدا. احنا ما بدأناش النقاش بتاعنا يا دكتور اصلا عشان حضرتك تتهمنا بعدم المحايده. يعني احنا سمعنا حضرتك للاخر بس احنا ما بدأناش النقاش بتاعنا لسه، غير ان احنا لسه بنفند الاوراق بتاعه الموضوع. انما احنا لسه ما اتكلمناش في مين اللي بيتضرر ومين اللي ما بيتضررش. القانون ولا اتكلمنا ازاي دخل الطفل. احنا حضرتك مش عارفه ليه واخد موقف مسبق من الموضوع. المفترض احنا اللي بنمثل الطفل. يعني سياده اللواء بيمثل هي لها توجه. لا 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 ما حدش قال الكلام ده. مش مظبوط الكلام ده يا ابو خالد. لو سمحت يا دكتور عبد الله خالف الحقيقه اكتر من مره. دكتور عبد الله حضرتك اساسا عشان تعرف بس في معرض انا ماليش دعوه بالجمعيه ومش معلش يا فندم بعد اذن حضرتك اسمح لي انا ما بعملش دعايه لحد. الراجل هو جاي يعمل دعايه للمراه. هو الدكتور عبد الله جاي ده فعلا. ولازم ولا دعايه للمراه ولا دعايه للمراه. وهو جاي دكتور عبد الله بيقول لك ان الامر شرعي في الاستضافه. الامر مش شرعي في الاستضافه. الامر حضرتك الازهر طلعنا موضوع الاستضافه من حق الحاضنه وهم خدوا الولايه التعليميه من راجل لك لا تجزا شرعا. والدكتور عبد الله عارف كده اداها للحاضنه. فين الشرع في الكلام ده؟ اين هذا الشرع في الكلام ده؟ للاب يا سياده اللواء. يا سياده اللواء اقرا القانون كويس. انا قارئ القانون يا دكتور عبد الله. الماده 54 بتقول الحضانه التعليميه للحاضنه. الحضانه الولايه التعليميه للحاضنه. الولايه على المذاهب الاربعه يا دكتور عبد الله لا تجزا. ما ينفعش يبقى ولايه صيفيه ولايه شتويه. ارجو ان انت ما تتكلمش في المذاهب الاربعه. ما تتكلمش ليه المسائل المره. انا مدرس موضوعي وعارفه يا دكتور عبد الله. ما تتكلمش ليه؟ اشمعنى انت بتتكلم في الاسره وانت مالكش دعوه بالاسره؟ طيب لو سمحتوا بس هرجع انا دكتور عبد الله لو سمحت. شكرا. نعم. هل حضرتك تعليق دكتور عبد الله معانا؟ طيب بشكرك دكتور عبد الله النجار عضو المجلس الاعلى للبحوث الاسلاميه. شكرا. هو تبقى واضح ان يعني هو اتخذ موقف. طيب مسبق. انا بس عايزه اعلق. احنا هنبتدي نستقبل بس تليفونات الناس يعني اللي عنده اي استفسار من الساده بقى المواطنين او المشاهدين مشكله في هذا الموضوع يا ريت يتصل بينا على ارقامنا اللي موجوده على الشاشه. اتفضل يا دكتور. طب انا عايزه اقول حاجه. انا عايزه اقول لكل الساده المشاهدين احنا لا مع المراه ولا مع الرجل. احنا مع الطفل، مع أجيال جديدة موجودة وأجيال جديدة طالعة عايزين تكون خالية تماما تماما من أي تشوهات نفسية أو ذهنية أو بدنية أيا كان الأمر. الاتهام الخطير اللي قاله الدكتور عبد الله إن إحنا غير محايدين الكلام ده غير حقيقي بالمرة. أنا موجودة هنا عشان أنقل اللي بيحصل في المحاكم
واللي المفترض نقط يعني نقط العوار او الثغرات اللي ممكن تكون موجوده تكون اثر ليها اثر سلبي على الطفل. طيب. وتكون في صف من الصفين. معلش يا دكتوره احنا بس دلوقتي ختام مؤتمر الساحل والصحراء بمدينه شرم الشيخ، يا ريت ده نقلنا على التلفزيون المصري زي ما احنا شايفين، بس ده طبعا كلمه السيد وزير التفاح. هنروح نسمع جزء من كلمة الفريق أول صدقي صبحي ونعود مرة أخرى لاستكمال الحلقة. تفضل. التي تشهد اضطرابات بما يساهم في التصدي بحزم لتهديد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ثلاثة، تشجيع التضامن مع الدول الأعضاء التي تشهد أوضاع أزمات وصراعات أو تدخلات أجنبية تهدد سلامة أراضيها. أربعة، حظر كافة أشكال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. خمسة، الإحجام عن تقديم الدعم للجماعات الانفصالية وحركات التمرد. ستة، تعزيز قدرات القوات الدفاعية والأمنية للدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ برامج شاملة للتدريب وتبادل الخبرات. سبعة، دعم جميع استراتيجيات التعاون الإقليمي وإنشاء آليات مشتركة لتسهيل التبادل السريع للمعلومات عن الجماعات والأنشطة الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي. ثمانية، تكثيف المنابع الرئيسية لتمويل المنظمات الإرهابية من خلال إنشاء آليات للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال. تسعة، موائمة وتنسيق التدابير الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته من خلال خطط العمل. عشرة، نشر الوعي بشكل أكبر بشأن الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات في استراتيجيات الجماعات الإرهابية واعتماد التدابير اللازمة لمعالجة ذلك. 11، اعتماد استراتيجيات للاتصالات تستهدف حماية جيل الشباب من انحرافات المتطرفين، وذلك من خلال حملات التوعية. 12، تعزيز مبدأ منع النزاعات وإشاعة ثقافة السلام والحوار كوسيلة لتسوية الأزمات. 13، الأخذ بعين الاعتبار المطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين ولا سيما الأكثر ضعفا لجعلهم بمنأى عن الحركات الإرهابية. 14، تعزيز التعاون والتنسيق بين تجمع الساحل والصحراء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. 15، إنشاء مركز تجمع للساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يكون مقره جمهورية مصر العربية. 16، اعتماد الوثيقة المنقحة من آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها الخاصة بتجمع الساحل والصحراء بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري القادم. 17، اعتماد مشروع بروتوكول بشأن إنشاء وتسيير المجلس الدائم للسلم والأمن الخاص بتجمع الساحل والصحراء فضلا عن لائحته الداخلية بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري القادم. صدر في شرم الشيخ في 25 من مارس 2016 الاجتماع الخامس لوزراء دفاع الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء. دينا
ده كان جزء من كلمات الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بخصوص توصيات الاجتماع. طبعا مؤتمر الساحل والصحراء المنعقد حاليا بشرم الشيخ واليوم الختام. وده كان نقلا عن التلفزيون المصري. أجد ترحيبي بضيوفي الأعزاء ونكمل كلامنا. دكتورة هالة كان لحضرتك تعقيب. ما هو انا بقول الدكتور عبد الله لما تدخل في الحوار تدخل هجومي وما يعني قال قبل ما يسمعنا ان احنا بنقول احنا عايزين زي ما قلت لحضرتك اول الحلقه عايزين نعمل نواه جديده للاسره عشان نقدر نعمل نواه للمجتمع ونواه المجتمع منا بس. طيب. فاحنا مش مع لا المراه ولا مع الرجل. ولما الدكتور قال ان احنا مش عايزين ندخل الطفل في قلب المشكله عمرنا ابدا لا ام ولا اب ولا جد ولا جده يقولوا الطفل يخش في المشكله والا يبقى انا اللي بخلق النفوس المشوهه. طيب. انا بقول من يتولى امر الطفل مين يتولى امر الطفل؟ هو المشرع هو اللي القانون نفسه هو اللي بيحكم الامر ده. هو انا اللي بطلبه لا ضد المراه ولا ضد الرجل. انا مع الطفل الصغير انا بقول ان من يملك امر الطفل هو المشرع فعلى المشرع أن يتلافى الجزئيات أو الثغرات اللي موجودة في القانون اللي بتخلي الأمور لها معيار مطاط وبالتالي أنا أمنت العقاب فأسأت الأدب في الوقت ده. تمام. وبالتالي أنا باستمرار بكلم بقول إن أولى الملفات المطروحة لازم يكون ملف الأحوال الشخصية. طيب. أو العلاقة بعد الانفصال من الزوج والزوجة. طيب إحنا معانا عايدة من القاهرة. أيوه أنا مهر. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا عايدة. من فضلك انا جدة والدة ولد اب يعني ثانية المدام بتاعته عملت معاه مشاكل اذا ادت الطلاق. طبعا ده. هي كانت في الاول بتقول خلي الولاد معاك انت هتربيهم احسن حتى هي كان ليها قصص اخرى. كم طفل هم يا مدام عايده؟ هم ثلاثة. واحده عندها 6 سنين. أوكي. واحده عنده 4 واحده عندها 4 سنين ولد عنده 3 سنين. هم قعدوا عندنا هنا بناء على رغبتها. تمام. قعدوا معايا بناء على رغبتها لمده 5 شهور من رمضان لحد يوم واحد. هي في الاثناء دي هو لما طلقها واحنا حاولنا بشتى الطرق ان احنا نقعد معاها قاعده بحيث ان احنا تاخد كل حقوقها كل حاجه في نظير تدي له حق استضافه يوم في الاسبوع. اها. هي طبعا ما رضتش انها تقعد خالص. هي عملت استولت على كل المحتويات الشقه حتى الهدوم بتاعته حتى كتبه حتى كل حاجه. بعدين بعد كده فوجئنا ان هي عاملة قضية ضم وضمت الولاد يوم 1 أكتوبر اللي فات. من يوم 1 أكتوبر لحد النهاردة حضرتك احنا ما شفناش الولاد ولا ابوهم. القضية اللي هي بتاعة الرؤية بتتأجل كل اسبوعين شهر كده نظير برضو للانتخابات والايام اللي فاتت والحاجات دي وكده كان في عطلة كبيرة. في اخر مرة اتحددت نطق بالحكم وكان المحامي بتاعها برضو عايز ان هو يلغي يأجلها يعني. فالقاضي قال له تأجلها ليه عايز تطلع تطلع لكن اتأجلت نطق بالحكم في 11/5 ان شاء الله اللي جاي. طبعا احنا حياتي ما تتصوريش الحاله النفسيه بتاعتنا ايه واحنا مش بنقول ان هم نحرم الاولاد. انتوا مش عارفين تتصلوا بالاطفال باي شكل صح؟ مش عارفين نشوفهم خالص وحتى المدرسه رافضه تماما ان احنا نشوفهم واحنا ما حاولناش. طيب. وحتى ما نعرفش هم ساكنين فين دلوقتي. حضرتك هي كانت استغلت فرصه اللي هي الفتره ال5 شهور دي اللي هم كانوا عندنا انها تاخد الولاد تأجر شقه ثانيه ما نعرفش اي عنوان ليها. طيب. ولا نعرف اي حاجه خالص قسما بالله. حاضر يا مدام عايده. تمام. احنا الولاد يبقوا مع امهم شرعا وقانونا وكل حاجه بس هل الاب يعني والجد والجده واهلهم هل الولاد هل صح ان الولاد يبقوا محرومين تماما من اهلهم لابوهم من ابوهم ان هو حتى ما يشوفهمش؟ هل ده عدل يعني؟ طيب هنرد على حضرتك يا مدام عايده بس ناخد بس المداخلات مع بعض عشان الناس مستنيه بقى لها كتير. فردوس من القاهره. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور اتفضلي. اولا انا بطلب طلب بطلب ان اولا الامهات انا اعرف كابتن جلال على فكره. هي الام يعني انا ما بدافعش عن جلال بس هو بيعمل لهم كل حاجه. هي الست ساعات في اسابيع كتير ما تديهملوش عشان يشوفهم هو ذنبه ايه. وهي في اسابيع ما بتوديهمش يشوفهم خالص ويفضل يا عيني قاعد
قاعد ويستناهم ويقبض قاعد مسافر ويجي مخصوص عشانهم عشان يجوا. احنا عشان كده بنتكلم يا مدام فردوس. يعني انا يعني الدكتور عبد الله لما اتكلم ليه بيهاجم الناس؟ هو احنا معانا كابتن جلال اصلا علشان التجربه بتاعته عشان ينقل لنا يعني هو استفاد ايه من تجربته. ده جلال اتبهدل عشان العيال دي اتبهدل عشانهم وعلى شرط بي والله مهما قالوا للولاد. انت ما عندكيش فكره الولاد بتيجي شكلها ايه من عندهم؟ بتيجي شكلها ايه؟ ما هو لما يقعد السبع ايام مع امه ويقعد ثلاث ساعات. حضرتك تعرفيه كابتن جلال شخصيا مش كده؟ انا مرات عمه. طيب يا مدام فردوس انا بشكرك طبعا ان انت يعني اتصلتي واهتميتي وشكرا على تعقيب حضرتك. طب ناخد داليا من القاهره. ايوه اسمحي انا بس عايزه عشان دلوقتي كنت بتتكلموا بس عن جزئيه الرؤيه ما بتتكلميش عن الموضوع ككل، عن ايه النتيجه اللي حصل ان هو اصلا يرفع قضيه رؤيه؟ ايه اللي خلاها توصل لمرحله ان هو ايه اللي وصل الموضوع كده قصدك؟ دلوقتي هو طب قولي لي دلوقتي ايه عقاب الاب اللي ما بيصرفش وبيمتنع عن الصرف عن ولاده؟ فارفعي قضيه وحكي محامين وفي نفس الوقت اصرف على الولاد وكملي صرف عليهم لغايه من خمس سنين لما يبقى تعرفي تثبتي مستوى قد ايه. طيب لحظه بقى مدام داليا دلوقتي عندك الاب الارض ايه؟ ما تكتبيش جزء من القانون وتقولي نعدله. لا عدل القانون كله. زي الام ليها عقاب انها تمنع الاب انه يشوف الولاد. طب المفروض الاب ليها عقاب ان هو يحكي ويعمل مصاريف. اشتغل بعد ارفعي دواء نفع وبعدين حتى وبعدين ما هو معهوش وبعدين ما هو خلاص هتحبس ابوه هيقولوا عليكي ايه؟ طب اسالي ايه بتشوف مسؤوليه لوحدها بعد كده؟ يوم انا عايز اشوفهم بحقي انا ابوه اشوفهم ولا ابصرش عليهم بجاح عادي. فين بقى الجزء ده؟ حاضر زي ما هتعدل ده يا ريت بقى تاخد ده كمان معاك. طيب في عدل في الموضوع مش تتكلم على الحته اللي انت عايزها بس يا ده ما فيهوش عدل. الرد اعتقد عن الدكتوره هاله اكتر كمان لان ده انا لا انا هرد على الاستاذه داليا طبعا انا متفاهم موقفها طبعا هي عندها مشكله طبعا. كبيره أيوة. ان هي واضح ان طليقها ما بيصرفش دي يعني ده. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا احنا كل احكام النفقات في مصر محصنه بالحبس ما فيش اتحدى راجل يجي يقول طيب. انا اتفضل لا بس انا اقول هي قالت لي دلوقتي حضرتك اكيد كنت سامعها هي دلوقتي بتقول ايه هتحبسي ابو ولادك الناس هتقول عليكي ايه لا ومعلش عقبال ما بتوصلي معلش يا كابتن عقبال ما بتوصل لحكم بتاخد وقت طويل وحكم نهائي هي بتتضرر كده هي والولاد تمام دي حاجه الحاله الثانيه عقبال ما توصلي انك انت تنفذيه ازاي فلازم تاخدي دعوه حبس يبقى انا النهارده بتكلم اللي لينا واللي علينا بنك مصر بينفذ على طول يا استاذ بس بعد قد ايه حضرتك ما هو نفس مده النفقه ده قضايا النفقه اقصر بكتير من قضايا الرؤيه لا طيب معلش يعني عشان بس نرد عليها سريعا عشان مدام داليا متابعينا تعمل ايه لا ما هي ما هي بتقول ان انا هي غصب عنها هي بتروح لبنك ناصر لما بتجيب حكم نهائي بتروح بالصيغه التنفيذيه وبنك ناصر لو كان المبلغ كبير بيدي لها جزء بس من المبلغ ما اداش الباقي ولازم غصب عنها ترفع دعوه حبس ما هو ده العوار اللي احنا بنقول بالزبط. عليه لازم ندور على الصغارات هتضطري ترفعي دعوه حبس يا مدام بالنسبه سواء الاب او الام ما هو الزوج هو هنا ممتنع وفي كده وفي كده بالظبط احنا بنتكلم عشان توصل انها تاخد مبلغها بيعاقبها عشان وبعدين يبقى في متجمد نفقه فاحنا بنتكلم لا والشكوى دي كمان شكوى كتير ان هو بيعاقبها عشان هي مثلا طلبت الطلاق فلا مش صارف على الولاد بس احنا حتى لو افترضنا استاذه هاله ان 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 مده التقاضي طويله لحد ما تصل الى حكم نهائي بالنفقه ما هي نفس المشكله في الرؤيه انما احنا بننتهي الرؤيه حاجه والنفقه بننتهي بامر حبس نتكلم على لا يا فندم لا بس عايز حاجه مهمه حضرتك عشان يكون المقياس عادل عشان يكون المقياس عادل عشان يكون المقياس عادل الفتره الزمنيه ننتهي في النفقه بامر حبس انما في الرؤيه اللي انا انتهي بشيء لا ما هي دي نقطه ودي نقطه احنا دي نقطه ودي نقطه يا كابتن هو قانون عادل ناخد تليفون حمدي من اسكندريه ايوه السلام عليكم وعليكم السلام استاذ حمدي اتفضل ايوه انا عندي كان ابني توفى ابنك توفى ابني توفى وبعد واهل مراته انا وثبت بنت واحده منعنا من بنت واحده منعنا من الرؤيه ده بعد ما اتجوز باربع شهور كانت هي حامل يعني منعينكم من الرؤيه ليه مش فاهمه عشان جد منعناها منعنا من الرؤيه ليه؟ بيقول لك روح المحكمه احنا طبعا في موال المحكمه طويل وما بيخلصش واخرتها هيبقى ساعه وفي مكان وفي مكان عام يعني انا مش عارف اعمل ايه حاضر يا فندم دكتوره هاله هو عشان جد وجده بس دلوقتي بقى في احقيه ان هم في بعض الاحكام اللي صدرت دلوقتي وبقت ليها مبدا قضائي
ان الجده والجده ممكن يشوفوا طبعا المحكمه الدستوريه اقرت برؤيه الجد والجده يعني هو حقه. انما عايز اقول لحضرتك المساله بس هي المسافه. انت عارفه يا استاذه احنا النهارده لما نيجي نعمل عشان بقى ندور ان العقد شريعه المتعاقدين لما نيجي نعمل قسمه الجواز لا قدر الله لا قدر الله بيبقى في شروط خاصه الشروط الخاصه دي يبقى منصوص عليها لا قدر الله في حاله الخلاف 1 2 3 4 اللي هي الشروط دي اقل خسائر مش لازم زي حتى لو اشترطنا يا استاذه هاله في العقد على الشروط دي يرجع بعد كده القضاء يقول لك ان لم تكن مطابقه للشريعه والعرف العام لا اخذ. لا تمام هرجع لحضرتك في النقطه دي. معانا وحيد من القاهره. استاذ وحيد. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. صباح عليكي وعلى البركه. اتفضل اتفضل يا استاذ وحيد. ايوه يا فندم. اتفضل. دلوقتي يا فندم في مشكله كبيره على مستوى الدوله. اطفال الطلاق النهارده بتتراوح ما بين 9 مليون طفل. 9 مليون طفل؟ ايوه يا فندم. انت جبت ان العدد ده منين يا استاذ؟ الكلام ده صح يعني؟ الجهاز للاحصاء ان في 6 مليون حاله طلاق اعلى معدلات طلاق في العالم. خدت بال حضرتك؟ النهارده ده عقاب لمين؟ ده مش عقاب للاب، ده عقاب للطفل. الطفل النهارده اللي محروم من جده وجدته وعمه وعمته. فين المواد وثلاث الرحم اللي وصى عليها الاسلام؟ احنا تعبنا. حتى مجمع البحوث الاسلاميه ما بيقفش جنبينا. خدت بال حضرتك؟ مش بيدي. احنا عايزين تشريعات جديده تبقى منصفه. احنا مش كلنا شياطين. ولا هم كلهم ملايكه. محدش قال كده خالص، احنا عايزين الموضوع يبقى بالتساوي بحيث ان لو حصل اي خلاف او ادى الى طلاق ما بين الزوج والزوجه، الطفل يبقى عايش حياته مع الاب وعايش حياته مع الام حتى لو هم منفصلين، يبقى عنده درايه كامله بعيله ابوه وعيله امه ويزور ده وقت ما هو عايز ويزور امه وقت ما هو عايز، مفيش حاجه اسمها انت ليك يعني. انا ضد هذا الموضوع، انا عامله النهارده واحنا عاملين الحلقه دي النهارده عشان كده، عشان في الاخر مصلحه الطفل. شكرا يا استاذ وحيد. ناخد محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ محمد. حياتي لحضرتك ولضيوفك. ميرسي يا فندم. اتفضل. اسمعيلي اقول ان انا كنت اتمنى ان يكون في طرف يمثل ام الحاضنه عشان يبقى في توازن في الحمل. الاب السوي لا يحتاج الى خادم، الاب اللي بيقوم بواجباته وبيؤدي ما عليه لاولاده بينتزع حقوقه برغبتهم وبرغبه الام الحاضنه. الحقيقه انا يؤسفني ان يكون في تشكيك في مرجعيه القوانين. جميع قوانين الاحوال الشخصيه مرجعيتها هي الشريعه. والشريعه الاسلاميه ما يصحش ان غير المتخصصين انهم يدلوا برايهم فيها، لان ده شيء فقهي تخصصي يجب ان نتركه لاهله. جميع القوانين التي صدرت بعد ان الرجوع للمؤسسه الدينيه. وهي مطابقه للشريعه الاسلاميه الحق. انا كنت ارجو ان يبقى في حد طرف اخر برضو يمثل. هم بيكلمونا كده كده على التليفون. انا عايز ارد على الاستاذ بس حاجه. تمام خليك معانا استاذ محمد. اتفضل. انت حضرتك بتقول اولا حاجتين، الحاجه الاولانيه ان يكون حد موجود في الحوار كأم حاضنه. ايوه. طيب انا امراه وحاضنه وام، يعني ايه اللي كانت ممكن تقوله ممكن يكون ما اتطرحش في الحوار دلوقتي؟ لان حضرتك مش في التجربه دي، حضرتك يعني انا عاوز ام حاضنه. طب انت حضرتك ايش حضرتك ان انا مش في التجربه دي؟ انا ما اعرفش، انما انا بقول انت جيت ماشي راي القانون. لا انا كامراه اولا، كامراه ثانيا كسيده قانون، وممكن جدا اكون ام حاضنه، بس حضرتك المفترض لما حضرتك تطلب طلب يكون حسيت بنقص او عوار في الحوار ممكن نستفيد حضرتك من الاتصال فاحنا نعالجه او نقوله، لان احنا في اللي احنا بنتكلم فيه انا مش بكلم لا الام ولا الاب، انا بكلم المشرع، بكلم العوار اللي بيحصل في المحاكم، نقط الضعف اللي موجوده في المحاكم، المشاكل اللي بتكون فيها الام والاب او المطلق والمطلقه والطفل بيشوفها، بنقله للواقع لعل وعسى من يملك الامر ويملك المسؤوليه ويملك القرار يكون عنده بصر وبصيره يعالج هذا الامر. عمري ما كنت لا ضد الام ولا ضد الاب، لا ضد الزوج ولا ضد الزوج. ضد الام ولا انا لا لا لا، وانا انا مش بتكلم من ناحيه الشريعه خالص، لان مجرد ان في نص قانوني موجود في 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 قانون او في قانون الاحوال الشخصيه بالتحديد فهو اكيد مطابق للشريعه الاسلاميه،
وادام هو مطابق يبقى لا جدال على هذا الامر. طيب. ولو مش مطابق بيترفع بيه الامر امام المحكمه الدستوريه ويبتدي يتعالج من الناحيه القانونيه. فاحنا طيب. بنتكلم من الناحيه القانونيه البحته. تمام طيب. انا عايز اضيف حاجه مهمه. شكرا يا استاذ محمد. انا عايز برضه اضيف حاجه مهمه للاستاذ محمد مع كامل احترامي لشخصه. الاستاذ محمد قال ان الاب اللي موفي كل التزاماته. طيب معلش يا كابتن انا اسفه, احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي وقائع ختام مؤتمر الساحل والصحراء. تمام نروح نشوف جزء ونعود مرة أخرى, ابقوا معنا مشاهدينا. طيب زي ما شفنا ده جزء من وقائع ختام مؤتمر وزراء الدفاع الساحل والصحراء, في متابعة أكيد مع حضراتكم لكل ما هو جديد على مدار اليوم. ونستكمل حوارنا كابتن جلال كان كنت عايز أقول بس أرد على الأستاذ محمد, هو أن الأب الملتزم اللي بيقعد في كل التزاماته بيقدر يحل المشكلة من غير مشاكل. الحقيقة ده مش مظبوط, لأن احنا برضو كل الأبهات ملتزمة بتعمل اللي عليها وكل الناس بتعمل كل اللي عليها. لا مش إنما كلها بقى. إنما مش كلها. بنسبة كبيرة انما في ما هو معروف باللدد في الخصومه. اللدد في الخصومه هو اللي مسبب هذه المشكله. انما حتى لو كان في اب ما بيوفيش بكل التزاماته, مش هو ده القاعده ومش هو ده اللي يتعمل عليه قانون. طيب. عايز اقول برضو حاجه مهمه, الاستاذ محمد قال ان اغلب ان كل القوانين مرجعيتها الشريعه. انا عايز اقول بقى نقطه مهمه جدا هنا, ان في قوانين اتخذت باتفاق علماء الوقت الحاضر زي الحضانه اللي رفعوها 15 سنه, بس واضح الاستاذ محمد مش متابع قوي الموضوع الشريعه. انا كنت بطالب برضو الاستاذ محمد ان لما يكون في عدل اما ننظر للعدل بمنظور العدل الحاضر, يبقى علماء الوقت الحاضر زي ما رفعوا الحضانه ال 15 سنه ما يقولوش بقى الحضانه لازم تستمر في انها تدي الطفل. طيب هو انا في عندي كذا مشكله هقراها, بس خلينا ناخد بس الاول استاذ حمدي من الغربيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام, اتفضل يا استاذ حمدي. الله يخليك, انا اسمي حمدي ابراهيم عطا من طنطا. اهلا بيك. والله فضل. لو سمحتي انا مشكله عويصه جدا ومش لاقي لها حل. مش لاقي لها حل ليه بس؟ اتفضل. انا راجل جتني غلطه من 25/12 بسبب الام واخوها. اخوها عايزني اجيب لها شقه لها, هي كده هتتطلق. وانا راجل معايا دلوقتي 3 عيال. وسابتني تابع يوم ما جت الجلطه, يا تكتب لها الشقه يا تسيبك. واني مشكلتي مالهاش حل, عندي عيلتين اثنين في الاعدادي وولد طلب عذر. استاذ حمدي ممكن تهدى لو سمحت؟ لو سمحت اهدى وكمل المشكله, احنا هنساعدك والله, كمل بس. هتتحل, كمل بس كلامك لو سمحت, هنساعدك. يعني تكتب لها الشقه على ارض الله, وخلوها تشتغل. طب انت مش محتاج, انا راجل شغال مجار مسلح مقاول ومكفي بيتي ومكفي نفسي. خلوني بعد 5 يوم فرضوا ال3 ثلاجات وخلوا الحاجه اللي فيها وسابوني وانا. استاذ حمدي انا هستاذن بس ان انا هدي حضرتك رقم الاستاذ حمدي علشان بس لو نقدر نساعده. اه طبعا. طيب ناخد سيد من الشرقيه. سيد معانا؟ لا عيد لو سمحتي. الو عيد, استاذ عيد. عيد من الشرقيه. اتفضل يا استاذ عيد. والله انا عندي بنت اخويا جوزها سايبها بقى لها 4 سنين, هي رافعه قضيه بقى لها 2 سنين لعند الوقت المحكمه. ثواني بس يا استاذ عيد, يعني ايه سايبها مش مطلقها يعني؟ هو لا, هي في الشرعيه لا مش مطلقها, هي سايبها معها 4 بنات وواحد اتجوز. سايبها كده من غير ولا طلقها ولا حاجه؟ ولا طلقها ولا بيصرف عليها بقى له 4 سنين.
رفع قضيه بقى لها سنتين في محكمه فوز للاسره ولسه لحد دلوقتي المحكمه مش حكمت لها بالنفقه. تمام. يعني اما يكون اربع بنات وامهم وهو سايبهم بقى لهم اربع سنين والقضيه اربع بنات بقى سنتين سايبها بقى لها سنتين القضيه بقى لها سنتين في المحكمه. ولعند دلوقتي ما خدتش امر ولا خدت حكم. تمام. يبقى تكسير من القضاء ولا تكسير من الحكومه ولا تكسير من ايه والله ما انا عارف. حاضر يا استاذ عيد هنرد عليك ناخد شيرين من القاهره. شيرين. الو. الو ايوه حضرتك. اتفضلي يا شيرين اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي يا شيرين. من فضل حضرتك انا عايزه عندي مشكله بعد اذن حضرتك. قولي قولي على مهلك. انا مطلقه بقالي 3 سنين ورفعت قضيه نفقه لاولادي واتحكم لي بالفلوس واتحكم لي في 25/11 2015. انا مش عارفه اقفل فلوسي. بنك ناصر رحت له بيقول لي هتاخدي نص الفلوس بتاعتك والباقي هتعملي بيهم مجمد. طب انا كنت بطلب فلوس زياده عشان اولادي اقدر اربيهم واعلمهم وانا بشتغل كمان. فحضرتك دلوقتي انا اعمل ايه؟ رحت اصرف من وزاره الخارجيه. طريقي في وزاره الخارجيه كانوا بيصرفوا من سنتين هناك للناس المطلقات وكده. اما رحت اداره الاستحقاق في وزاره الخارجيه قالوا لي كنا بنصرف من سنتين ودي ورقه بنك ناصر. طيب ليه حضرتك؟ علشان في دلوقتي مشاكل لناس بتتفضح او يعني بقى شكلهم وحش لما بيبقى عليهم ابانه في الموظفين اللي هناك. انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا بنك ناصر مش هقدر انا اخد نص الفلوس 500 جنيه اعمل بيهم ايه؟ بس 400 جنيه ايجار. انا اعمل بالفلوس دي وانا معايا 3 اواسط مدارس. حاضر يا شيرين. حاضر هنرد عليكي. ناخد بس عبد اللطيف من المنوفيه. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور اتفضل يا استاذ عبد اللطيف. تحيه لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام. شكرا شكرا جزيلا. انا ليا بس رساله لكل زوج وزوجه انفصلوا ان انتوا المشكله مش انتوا، المشكله ان انتوا باولادكم بينهاروا وبيعتبروا جيل فاسد. وليا رساله للساده المحامين اللي يمكن بيأججوا المشاكل بين الزوج والزوجه، ارجوكم انتوا بتخرجوا جيل يسيء لهذا البلد. ورساله للمحكمين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم حكما من اهله وحكما من اهله. فالناس دي لازم يكونوا موجودين في كل مكان. انا عمده قريه الحمد لله ما فيش قضيه موجوده قدامنا لما بتخلص، ويمكن حتى المحكمه لو حكمت بنفقه معينه لما بنقعد الزوج بضعفها. فاحنا عايزين الناس المحترمه، الناس اللي عايزه تصلح فعلا تتدخل بين الزوجين قبل ما يوصلوا موضوع المحاكم وموضوع العلم. هو انت عندكم مجالس عرفيه؟ بتعملوا مجالس عرفيه؟ طبعا بنحل مشاكل كتير حضرتك. ممتاز. ده لازم ده يفعل. شكرا يا استاذ عبد اللطيف محمد. يعني انا بحيي الاستاذ عبد اللطيف الحقيقه. شكرا طبعا تحياتنا لحضرتك وشكرا على المتابعه. محمد من القاهره. اهلا وسهلا. اي فندم اتفضل. ايوه حضرتك. حضرتك انا مشكله دلوقتي ان الرؤيه اللي اهلها مش عايزين يخلوني اشوف البنت، وبقالي دلوقتي حوالي 4 سنين. انت بقالك 4 سنين مطلق؟ لا بقالي ما شفتش بنتك بقالك 4 سنين؟ ارجع كلمنا تاني يا استاذ محمد معلش. عيد من المنيا. لا اله الا الله. طب انا ما اتكلم الاستاذ يخلص هو بدي. اتفضل. لا انت على الهوا. احنا اسفين خليناك تستنى شويه. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. عيد من المنيا حضرتك. ايوه يا فندم تعالى الهوا معلش انا اسفه خليناك تستنى شويه على التليفون معلش. بتكلم على على نقطه حضرتك للمشاكل اللي بتحصل حضرتك. الو. ايوه يا فندم اسمعني من التليفون لو سمحت. وطي التلفزيون يا استاذ عيد من فضلك. حاضر حاضر. المشاكل حضرتك اللي بيعملها المأذونة حاليا اللي هي. حاضر حاضر حاضر. المشاكل حضرتك. الو الو. ايوه سامعينك اتفضل. وطي بس التلفزيون كده. وطيته. المشاكل طيب. حضرتك اللي بيعملها المأذونة حضرتك اللي بيتجوز البنت القانون طبعا 18 سنة حاليا تمام. تمام. النسبة اللي المأذون بيكتب الزواج الوقت على 17 و16 سنة و17 ونص. طيب هو برضو عنده اعتراض على واضح ان القانون. طيب امل من القاهره معانا. امل. ايوه ايوه يا امل اتفضلي. انا عندي مشكله. قولي يا امل. انا عندي جوزي من شهر السنه اللي فاتت من شهر 4 ما بيتصلش على عياله ورميه
جوزك ما بيصرفش على الولاد من شهر 4 اللي فات؟ انتوا متطلقين؟ سنه اولى. رافعه خلع يا بنتي في سنه اولى. انت رافعه خلع لسه ما خدتيش حكم؟ لا. وبعدين وبنتي في سنه ثالثه. عندك كم بنت؟ عندي بنتين. من شهر 4 ما بيصرفش على بناته. ما بيصرفش عليهم. شايف كده كنت مستلفه فلوس واخدها مني فلوس جمعيه ربيته وخسالي مضيت على وزاره امن الناس. طيب دلوقتي انا ماضيه وزاره امن الناس وقاعده في سقه قانون جديد ب 700 جنيه في الشهر. انا اصرف على العيال ولا ادفع ايجار وبشتغل في البيت؟ انت بتشتغلي؟ بشتغل خياطه. خياطه. طيب يا امل دكتوره معلش هي دي المشاكل الحقيقيه اللي المفترض يكون طيب. فيها ناخد محمد من المنصوره. صباح الخير يا استاذه. صباح النور. الو. ايوه يا فندم اسمعني من التليفون بعد اذنك. ايوه كده سامعك يا فندم. سامعني؟ سامعك اتفضل. والله يا فندم الموضوع دوت يعني بصراحه يعني لازم يشاف له حل يا فندم لان الطلقات ديت كترت بطريقه فظيعه. وفي بعض الاحيان في الاول وفي الاخر الست ما بتقولش ايه يا فندم وهي اللي بتتبهدل فلازم تكون انا بقول لكل ست لازم تكون صبوره. الاثنين بيتبهدلوا والله. نعم يا فندم الاثنين بيتبهدلوا الست والراجل. لا 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 الست بتاخد الاولاد وبتتبهدل بقى وبتتعرض الى يعني معلش اسف في التعبير الى سلعه رخيصه لكل انسان يطمع فيها المطلقه بالذات. ده سلوك المجتمع المريض بقى دي حاجه ثانيه. معلش بالظبط كده هو المعظم بيحصل كده فانا بقول لكل ست انها تستحمل الراجل لان الراجل بيبقى عليه عبء جامد قوي 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 يا فندم وفي الاول وفي الاخر بيهتدوا مع بعض فالطلقات ديت ما تنفعش مش كل شويه يقوموا جاريين على المأذون مثلا يطلقوا ب 300 جنيه ولا 200 جنيه. معلش انا نفسي يحطوا قانون يخليها اخر حل. يعني عايز اقول حاجه زي كلام استاذ محمد طبعا مداخلته. اسمع كابتن جلال يا استاذ مداخلتك ممتازه يا استاذ ممكن محمد. اسمعني انا لسه عايز اكمل يا فندم. اتفضل اتفضل يا استاذ كمل محمد. كمل ممكن بعد اذن حضرتك يعني لو يعملوا قانون المأذون يبقى الطلاق مثلا يوصل ل 10,000 جنيه والله ما هتلاقي مثلا حلقه طلق كل 3 دقايق ولا كل 5 دقايق زي ما بيقولوا في الحاله دي كلها. هو بيطلع شفهي هو هيقول لها انت طالق وخلاص. ممكن يسيبها زي البيت الواقف او يسيبها ويمشي يا استاذ محمد. استاذ محمد عايز يحط اي حاجه يمنع بيها الموانع تخلي. انا عايز اقول حاجه مهمه. شكرا يا استاذ محمد. استاذ محمد مداخلته حقيقه جميله ولفت نظرنا لحاجه مهمه جدا. كان زمان نسبه الطلاق قليله قوي وما كانش كل الناس معجبه بكل الناس يعني ما كانش كل راجل حابب كل حاجه في مراته ما كانش كل ست حابه كل حاجه في جوزها انما كان القانون المتساوي بيخلي الاثنين يمشوا المركب عشان خاطر اولادهم وعشان كده احنا طلعنا في بيوت متساويه. النهارده القانون اللي مش مظبوط هو اللي مخلي طرف يبص البريق القانون وبعدين يفاجئ في المحكمه القانون مش كده. لا طب طيب انا دلوقتي عندي مشكله دلوقتي في زي مشكله مثلا مدام شيرين مشكله مدام امل. انا دلوقتي احل مشكله مدام امل اللي اتصلت قبل شويه ان هي دلوقتي مش عارفه تعمل ماضيه وصولات امانه مش عارفه تصرف وجوزها ما بيصرفش على البنتين هنعمل لها ايه؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هي حتى لما خدت حكم بالنفقه بنك ناصر محدد بليمت معين ومبلغ معين. لا دي شيرين امل اللي كانت في حد اتصل والمفترض خد حكم شيرين. بالنفقه وهي مش عارفه تاخد بقيه المبلغ دوت فهي بتصرف الجزء ده وبترفع متجمد نفقه او متجمد للمبلغ المتبقي وبتاخد دعوه حبس. هي مجبره مش مخيره. المجتمع بقى قال لها ان انت حبستي وحبس. المجتمع قال لها ان انت هتحبسي ابو ولادك الكلام دوت هتاكلي وتشربي منين يعني انت المشكله كلها لو انت دايما بصيتي لنظره المجتمع عمرك ما هتتقدمي خطوه لقدام. دي بالنسبه أمل. أمل مشكلتها اللي مشكلتها اللي هي كان هي دلوقتي ماضيه وصولات امانه هي ماضيه اصل القانون لا يحمي اي جاهل بيه دي غصب عنها عايزين نساعدها ما هتساعدها خلي استاذ امل بس تاخد رقم تليفوني والتليفون الجمعيه وتتصل. طب ممكن نديها رقم حضرتك؟ طبعا هيدي. طب امل مدام امل هنديكي رقم احنا خدنا رقم هنديكي نساعدها رقم في محل مشكله ايصالات الامانه انما في القانون مش هيقدر يغير حاجه في القانون يعني هنرفع لها الرؤيه النفقه وهنمشي لها فيها للاخر ان شاء الله وهنحاول نجيب لها اي كميه فلوس يعني ندفعوا لها المبالغ ربنا يسهل ان شاء الله نقدر نحل مشكله ايصالات الامانه ان شاء الله جوزها متواصله معاك خليكي متواصله معانا لو سمحت. بشكرك يا كابتن جلال جدا على الجزء يعني شكرا دي اخت برضو. احنا عايزين طيب كان في معلش برضو مشكله عند
مدام عايدة اللي كانت بتتصل في الأول إن هي هي جدة وزوجة ابنها بعد الطلاق عندهم 3 أطفال وزوجة ابنها ما مش بتخليه يشوف الأب مش بتخليه يشوف أبوهم هو يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيها أستاذ هو ده اللي بنقول إن القانون لازم يكون حاسم في الجزئية دي في عدم حضور أو عدم الالتزام بحكم الرؤية مرة واثنين وثلاثة يبقى الأمر مش جوازي الأمر وجوبي على المحكمة بنقل الحضانة من الأم للمفروض للزوج او لاهليه الزوج للاسف طيب. الشديد المشكله ما بتتمش كده يا استاذ عايده حضرتك عارفه ان حتى لما القضيه اسقاط الحضانه لعدم تنفيذ قرار الرؤيه بتاخد وقت طويل وبعدين بيتم اسقاط صوري وان اسقط بيجي لامها وبتبقى لمده شهر او شهرين احنا عايزين نعالجه بقى طيب التعليق بتاعي بس خليه في الاخر طيب. على الموضوع ده بس ناخد تليفونات بقى الساده المشاهدين احمد من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا استاذ احمد أنا كنت عايز أقول بس إن الحلقة عن أبناء الطلاق مش عن آباء أبناء الطلاق ولا أمهات أبناء الطلاق يعني أين أعمام وعمات وجدات وجدود أبناء الطلاق القانون بيدي حق رؤية للأب وبفرض إنه هو يدي حق الرؤية لأي أحد من أطراف الأب زي العم والعمة الجدة يبقى لازم قضية تاني وشهور أخرى فين حق الجدة الضعيفة الحركة أو اللي حركتها بطيئة اللي لازم ترفع قضية تاني وتجري عشان تشوف ولادها أنا شخصيا أعرف جدا سنين تتش أحفادها لتعسف الأم في استعمال هذا الحق اللي هو الحق الرؤية إنه للأب حق الرؤية يجب أن يكون للأب ولمن يرى الأب أنه أن هذا من مصلحة صغيرة المفروض أن الأب حريص على مصلحة الصغير هو أدرى مين يقدر يشوف جايز العامة من حقها تشوف الجدة كل الاطراف دي ازاي الشرع ادى العم الحق ان يرث ابن اخوه وبنت اخوه وما يدلوش الحق انه يشوفه يراه وبالمثل الجدة الجدة وارث لها فرض السدس في الميراث يبقى ليها الفرض السدس في الميراث وملهاش حق انها نفس العوار اللي في القانون ده غير كده كمان ده العم ملزم بدفع نفقه للصغير في حاله عدم وجود الاب او الجد فانا ازاي الزمه بالتزام حق الرؤيه ليس للاب فقط كل واحد الاب شايف ان ده من حقه انه يشوف ابنه من اطرافه من 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 من, من, من مش عايز اقول قاربه من عصابته الناس دي كلها من حقها ان هي تشوف تمام. وبالتالي لو اقرينا حق الاستضافة يا استاذ احمد لو اقرينا يا استاذ احمد حق الاستضافة وخاصة في الاسر المتعددة وكل قرايبه وكل ولاد عمامه وجدته يروح لها البيت لان جدته مش قادرة تنزل تروح بالظبط الحديقة والمكان العام وده شيء طبيعي ان الجدة عادة في مثل هذه المراحل بتكون تجاوزت 70 بتكون حركتها بطيئة بتقدرش تتحرك كل الكلام ده يجب ان القانون يستلهم روح الشرع في الرؤية الشرع اللي ادت الولاية للأب واحنا عارفين الولاية الكاملة التي لا تتجزأ للأب روح القانون اللي روح الشرع اللي ادت القانون الحق انه هذا الصغير يرى ابنائه لان كمان حق الرؤيه ليس حق للاهل فقط ولكن حق للصغير التربيه الصالحه بتستدعي بالضروره ان الصغير يشوف اهله وبالتالي هذا الحق ايضا للصغير وليس هذا الحق تمام. للاعمام والعمات والجد فقط تسمح لي يا استاذ احمد تسمح لي يا استاذ احمد اعلق يعني مش عايز اقول تسمح لي يا استاذ احمد اقول كلمه على ان هي توفي بهذا الحق تسمح لي يا استاذ احمد ادخل طيب مع حضرتك ثانيه واحده الحقيقه مكالمتك جميله ومداخلتك تحترم وعلى دماغي من فوق يا استاذ احمد انا عايز اقول يا استاذ احمد ان العم اللي حضرتك قلت ان هو مش من حقه يشوف في اولاد اخو العم ده القانون بيخليه يلزمه بدفع نفقه في عدم وجود الاب لان العم ده هو عصب هو ولي من العصب والعصب والولايه للعصبه من الرجال للعصبة. فانا باكد على كلامك وعلى صحه كلام حضرتك ان فعلا يعني احنا الطفل هو بيحمل من نفس العوار لما بيشوف ما بيشوفش غير فرد واحد منها 3 ساعات في الاسبوع هو بينادي ان المفروض ان القانون يلزم او المفروض يعمم عمليه الرؤيه سواء بالنسبه للجده او للعم او للعمه باعتبار ان هي الاسره كامله بالنسبه وانا بقول بنضم لحضرتك
هو ده اللي احنا بنقوله بقى للدكتور عبد الله النجار. أيوة. هو ده العوار اللي موجود في القانون. ازاي انت تدي تاخد من العم فلوس كنفقه مصروفات للصغير والولد ما يشوفوش بالظبط ليه بالرؤيه والرعايه بالنسبه للشخص. المشكله تقلب ان الولد يروح عند ابوه يوم في الليله في الاسبوع يشوف عيله ابوه كلها بالزبط. يشوف عيله بيحمل اسمها ما بيشوفش حد فيها بالظبط. طيب معانا طارق. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ طارق. حقيقة أنا مطلق بس الحمد لله يعني والدة ولادي ست فاضلة وما كانش في أي مشاكل في الرؤية ولا أي حاجة. بس أنا عندي حل الحمد لله للمشكلة. أولا بيبقى بعد الانفصال بيبقى ممكن في نفوس وشطان بيزق الناس وكلام من ده، فالجزاء من جنس العمل. بمعنى الأم اللي تمنع الرؤية أو الزوج اللي يمنع الرؤية عن الطفل نعد عليهم 7 مرات، بعد كده تنقل الرؤية إلى الطرف الثاني. أدي واحد. تاني حاجة، في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ووفاة والده وكل حاجة فيه أسوة حسنة لينا. لما توفيت أمه رضوان الله عليها، أهل أمه بعتوه لجدوده عشان يتربى في وسط رجالة وسط أهل أبوه، عشان في فرق بين الولد وبين البنت. ممكن بنت أسمح لها تقعد مع أمها لأنها بنت وهي أدرى بشؤونها، اما الاولاد بالذات لازم بعد ما الولد يشب 3 سنين 5 سنين لازم يقعد مع ابوه عشان يتعلم الايه الرجوله ويتعلم اصول الرجوله، لان انا هنشا راجل. الولد وهو يتيم وهو مطلق يبقى عنده كسره في نفسه، دي شيء طبيعي بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يمسح بس على دماغ يتيم من كل شهر حسنه وترفع عنه سيئه ترفعه درجه. ليه؟ لان في اثر نفسي للطفل نفسه سواء يتيم او مطلق. فاحنا بنقول الجزاء من جنس العمل. الزوجة أو الزوجة المطلق اللي يمنع الرؤية بأي سبب من كان، وأنا شفت ظروف حالات رهيبة مطلقة تجيب لزوجها عربية النجدة بتاعت الرؤية عشان خاطر ما يشوفوش. طبعا دي حالات خاصة، دي لازم تعاقب العقاب بجنس العمل. هو في عندنا كمان مشكلة في الأسلوب في التعامل. شكرا يا أستاذ طارق. طيب سوريا مسوكي الأستاذ طارق في حاجة صغننة خالص. طب سريع معلش عشان في لسه بس مدام معلش هكون معاك. أستاذ طارق قال حاجة جميلة جدا، الجزاء من جنس العمل. ده المقترح احنا مقدمينه ان يكون القانون متساوي الالتزامات والواجبات. زي ما الراجل بيعسف جامد في عدم النفقة، الست برضه لازم تلتزم بالرؤية ويكون في عقاب ليها. وتغيير الحاضنات في الـ في الـ في القانون لازم يتغير. تمام. ما يبقاش لام الام. سرية من المنصوره. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا سرية. من فضلك انا عايزه احكي مشكلتي. قولي. انا عندي بنتين. اوكي. في ولد طالب في كليه صيدله في المنصوره، باباه استاذ جامعه. اوكي. انت ثواني بس، انت عندك بنتين، انت مطلقه؟ لا لا لا، انا متجوزه عادي وبنتي بيجي لها عرسان وكده. بناتك بيجي لها عرسان؟ تمام. يعني عادي تقدم لبنتي. نزلت قابلت مامته وشفتهم ناس محترمه، الاب دكتور في الجامعه، ناس مستواهم كويس وكده. الاب بابا والدها رفض علشان هو لسه طالب في الجامعه. تمام. الولد مش راضي يبعد عنها خالص وعمل لها مشاكل كتيره جدا. عايزه اقول لك ان انا الدنيا مقلوبة عندي. جاب لي بلطجية عند البيت، فضح لي بناتي، قال عليهم كلام كتير وحش جدا. كل ده عشان ما وافقتوش تجوزوها له؟ قال بقى ان انا خدت منه، عمل لي في الاخر قضية نصب. وعايز اقول لحضرتك ان انا محكوم عليا بسنة انا والبنتين. عمل لي قضية نصب بايه؟ نصب بايه؟ نصب 100,000 جنيه. مفيش اي يعني في القضية السبب. يعني ايه السبب؟ ما 100,000 جنيه ازاي يعني؟ انت مضيتي على ورق ولا مضيتي على ايه يا سراي؟ مفيش ورق، مفيش ورق، مفيش اي حاجه تثبت. هو كل اللي هو بيقوله ان هو جاب لنا هدايا وجاب لنا 100,000 جنيه وهدايا وسلاسل ذهب وحاجات زي كده. اثبت ازاي يعني؟ طب ومش المفترض في تحريات؟ حكم غيابي. طيب انت الحكم الغياب اللي انت خدتيه القضيه من قبل ما تروح للمحكمه، مش وهي البلاغ في الاسم المفترض راح للنيابه، النيابه عملت تحريات؟ التحريات حضرتك مكتوبة في الاسم، مفيش تحريات. ايوه مكتوب فيها ايه التحريات؟ مكتوبة منقولة من المحضر. ايوه مكتوبة صحة الواقعة؟ من المحضر. مكتوبة أيوة منقولة من المحضر اللي هو عامله. يا ستي مكتوبة صحة الواقعة يا سرية؟ صحة الواقعة ولا ايه؟ الايه؟ مكتوبة في التحريات ان اتأكدت التحريات من صحة الواقعة؟
مكتوبة نفس ما هو الولد كاتب، هو الولد دافع فلوس أو حاجة زي كده، مكتوب بالضبط زي ما هو كاتب من المحضر. يعني هي القضية دي حاجة قانونية وتلجأ فيها اللي ممكن تلجأ الأستاذة هالة، أستاذة هالة تساعدها في الموضوع ده، لأن المسألة أنا يعني واضح طبعا أن فيها يعني لعب، أستاذة هالة تقدر تساعدها. طيب سرايا، أيوة سرايا معنا، أي استفسار تاني؟ طب انا عايزه افهم دلوقتي، انا عندي معمول لي، انا خدت الحكم غيابي، انا عرفت كان ولد تاني متقدم لي هو اللي بعت لي صوره الحكم، واتخذت الحكم غيابي عليا وعندي جلسه يوم 7/4. اولا انت الحكم غيابي يعني انت عملت معارضه، عملت معارضه، انت ده طبيعي انك انت عملت معارضه، لما توصلي للمحكمه هتطلبي من المحكمه اجراء تحريات تاني، بس مش عن طريق الجهه اللي عملت التحريات الاولانيه. اولا دي حاجه، الحاجه الثانيه ممكن تستعيني بشهود، لان قضايا النصب، القضايا النصب من القضايا الخاصه جدا اللي لازم يكون فيها شروط، ان انا بوهم الغير بحاجه معينه وان انا استولي او ابتزه بشكل غير مباشر، وده الكلام ده مش حاصل. ده حتى الهدايا اللي ممكن تكون بين الزوج بين الخطيب والخطيبه لما بيحصل الانفصال مش ملزمه بردها، الهدايا دي اللي بتقدم ايا كان نوع الهدايا وايا كانت قيمتها مش ملزم ان هي تردها للمفروض للجهه الاخرى، لكن ممكن جدا، هي دي بقى المشاكل اللي المفروض برضو القانون يعول عليها، ان ممكن واحد يعمل محضر والمحضر ده يمشي وما يتحققش المحضر بالشكل الكافي عشان يبين وجه الحق بالنسبه له، ويروح للمحكمه ويقضى فيه بعقوبه، وبعد كده نفاجئ بالحكم ده فنعمل معارضه او نعمل استئناف. تمام يا مدام سرية. طيب مدام سرايا معانا لسه؟ طيب قفلت هي طبعا. هي واضح ان هي الموضوع قانوني بحت، بس يعني ان هو يتهمهم بحاجه زي كده ما هو بقى اكيد داخل وخارج بس بصي، حتى رغم ان هو زي ما هي قالت في المكالمه من اسره فاضله، لكن بص السلوك والتصرفات اللي ممكن تنم على ان هو هيبقى، حتى لو كان تم الزواج هيبقى زوج غير سوي. يعني قبل ما يحصل حاجه الوم والده ووالدته ان سابوه يعمل كده في الناس، يعني انا الوم والده ان ما قدرش يسيطر، يعني هي يعني في معرض كلامها قالت ان هم اسره محترمه وهو استاذ في الجامعه وجم ومش عارف ايه. انا افتكر ان كان بابا لازم يتدخل ويلزم ابنه بال طبعا، بس يعني بسلوك السوي. تمام. طيب معانا ايمان. ايمان الو. ايوه اتفضلي. صباح النور. انا عندي، انا متجوزه وطلقت. انت متجوزه وايه؟ وطلقت. طلقتي؟ تمام. بقالك قد ايه؟ بقالي بالظبط 10 سنين. 10 سنين؟ اه. تمام. وبعدين؟ هو كان عندي بنت عندها دلوقتي 13 سنة. باباها واخدها مني بقالها 6 سنين وانا مش بشوفها خالص. ما بتشوفيش بنتك بقالك 6 سنين؟ ست سنين مش بشوفها. خدها منك بموجب حكم ولا خدها منك بموجب ايه؟ خدها مني ان انا ما كنتش بعمل الرؤية، كان عندها انت ما كنتيش بقى بتوريها له، فهو ده دي من الحالات النادرة بقى. وما تبقاش 6 سنين، ده هو اسقاط الحضانة كلها بتبقى شهرين ولا حاجة. مش اسقاط حضانة. يعني هو اتجوزتي تاني يا ايمان؟ اتجوزت تاني. لا هو خدها للزواج باخر، هو خد البنت للزواج باخر. هو اخدها، القاضي كان عاطيله 6 شهور 3 سنين بتأديب ليا انا. هو ده شرع الله يعني، ربنا حديث رسول الله. لازم تشوف بنتها برضه. تشوفها طبعا، لازم تشوفها. اداكي 3 سنين لايه؟ عمل لي 3 سنين تأديب ان انا ما كنتش بحضر الرؤيه باستمرار. يعني انت قعدتي 3 سنين ما يشوفهاش الاب؟ لا، القاضي اعطاني حكم ال3 سنين ان انا ما تأديب ليا انا. يعني ادى البنت لباباها 3 سنين واسقط حضانتك 3 سنين. حضرتك بس انا عايز اسال سؤال مهم. مانع تاني، ما انت متزوجه من اجنبي. متزوجه؟ نعم. مش انت متزوجه من اخر؟ ايوه تمام. والدتك موجوده؟ والدتي موجوده، وكنت عامله لها هي ضم الحضانه. وهو اخذها لمامته لان هو متجوز برضه. هو كمان متجوز. القاضي هنا بيناظر الجدتين، القاضي بيناظر الجدتين، والقاضي بيدي له سلطه تقديريه يدي لاني جده. لا فافتكر انا عندي مشكله. سنين وانا دلوقتي بقالي 6 سنين في المحاكم وما فيش فايده، كل شويه ما فيش اي حاجه، ما باخدش حق، وهو معاه محامي بيعمل كل حاجه
عشان انا ما اخدش البنت وبقالي 6 سنين دلوقتي. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ايا كان المحامي سواء محامي شاطر او محامي غير شاطر، هو شر. ال- 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 احنا عندنا بيطبق نص القانون، مش ب- مش بقدره المحامي. هو المفترض اللي ملزم بهذا الامر هو القاضي، القاضي هو اللي بيطبق القانون سواء لصف الزوج او للزوج. وهو ده اللي انا برجعه تاني للدكتور عبد الله النجار. هي دي مواطن الضعف اللي ممكن تكون موجوده في القانون اللي المفترض نتلافاها عشان نبقى ملزمه للطرفين. أيوة. هي حتى لو اسقطت حضرتها من حقها قانونا وشرعا انها تشوف البنت طبعا. وهي لازم تحارب في المحكمه عشان الموضوع ده وتقدم احنا ممكن نساعدها طبعا في ال... طب استني خليكي ما تقفليش يا ايمان، اديها تليفوننا. طيب هنديكي رقم، هنديكي رقم كابتن جلال. طيب سمير، سمير من الشرقيه. تمام موسى، تحياتي ليكي وتحياتي لضيوف الكرام وتحياتي للساده المشاهدين. شكرا يا فندم، شكرا. لا تعليق على احكام القضاء عن الخلافات الزوجيه والنزاع بين الزوجين والضحيه هم الاولاد. متى تختفي ظاهره الطلاق في مصر؟ سؤال يطرح نفسه. الطلاق دائما بيكون سبب. الطلاق مش هيختفي، احنا عايزين بس ان مفيش حاجه اسمها الطلاق يختفي، خلينا واقعيين يعني يا استاذ سمير. الشك سفر الزوج الى الخارج. 4 عدم ارضاء الزوج للزوج لممارسه العلاقه الزوجيه. 5 الخيانه الزوجيه. 6 البعد عن الله عز وجل. استاذ جماعه انا بحييكي لانك محاوره جيده واشكرك على حسن اختيار ضيوفك. شكرا يا فندم. شكرا شكرا يا استاذ، شكرا على مداخلتك يا استاذ سمير. شكرا استاذ سمير. لخص اسباب الطلاق اللي موجوده في المجتمع المصري بعدد من الاسباب جميله جدا جدا جدا. احنا بقى نعالج ازاي الاسباب دي لو حصل. لو حصل احنا نتكلم احنا ازاي نعالج. طيب انا شايفه ان القصه يعني في تقديري من اللي انا كمان سمعته من مشاكل الناس اللي اتصلت النهارده، احنا عندنا مشكله في ان انا في زي ما قلنا كده في البداية ان انا بنتقم من الطرف الثاني عن طريق الاطفال، بخوفه برهبه بقول له لا ده انت ما طلقتني طب هعمل فيك كذا، طب العكس انت طالبة الطلاق طب هعمل فيك كذا. الانتقام ده كله ما بيعملش اي حاجة يعني غير ان انا بأذي طفلي وبأذي نفسي، وطول الوقت انا قاعدة في مشاكل ومحاكم وبتكلم قدام الطفل اصل انا رفعت قضية، اصل انا كسبت القضية، اصل انا لسه ما كسبتش. كل ده حتى لو انت كسبتي القضية او حتى لو انت كسبت القضية، هي المشكلة ان انت بتأذي اطفالك برضو. انا ليه ما يبقاش عندي هذه الثقافة، واللي انا يمكن شفتها في بعض من الاسر اللي بحييهم طبعا، ان حصل انفصال حصل طلاق، طيب انا عمري ما اتكلم وحش ابدا على ابو ولادي حتى لو هو مطلقني. المفترض علاقتي بيه حاجه وعلاقته بالاولاد حاجه تانية خالص، اقدر ان انا اتعامل معاه فيما يخص الاطفال بطريقه معينه. نفس الحكايه بالنسبه للاب، ما تتكلمش وما تحشيش دماغ ولادك بكلام وحش عن الام. ليه ما اشوفش ولادي وهو يشوفهم؟ ليه ما يتعاملش معاهم ويتعامل معايا؟ ليه اليوم او اليومين اللي بيشوفهم فيهم في الاسبوع ما يخرجوش معاه ويعيشوا حياتهم معاه ومع امامهم وعماتهم وكل ده؟ يعني انا ليه ما اعملش ده؟ خلاص انا حياتي مع الراجل ده انتهت، بس حياته مع اولاده عمرها ما هتنتهي، هيكبروا وهيفهموا على فكره وهيحاسبونا. دي المشكلة، دي ثقافة مجتمع المفترض ان احنا نزرعها من وهو البنت او الابنة وهم لسه صغيرين بالظبط. انا ممكن ما اكملش، ناكد عليها بس انت هتكمل لان ده ابوك. هو ما طلقش الولاد وطلق الست، ده كلام طلق الست ما طلقش الولاد ولا تنسوا الفضل بينكم. المفروض ان احنا نلتزم باوامر الدين وبالاخلاق الحميده في بالضمير يا كابتن جلال، وبالضمير الانساني، وننسى ما هو معروف باللدد في الخصومه طبعا. احنا قاعدين نقرف بعض بالظبط، دي بقى محتاجه دورات كتيره جدا جدا، دورات نفسيه توعيه محتاجه توعيه والزوجه وهم في المراحل الاولانيه. بس الدور ده المفروض مين اللي يقوم بيه؟ كله، الاسره، الاسره هنا والاسره هنا والمجتمع كله. طب والدولة والإعلام والدولة والجمعيات المدنية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة لازم يتدخل باعتبار ان هو منوط بيه حقوق المرأة، لازم يثقف المرأة ويعلم المرأة ويقول للمرأة استحملي شوية عشان خاطر الولاد. ويقول للراجل لو انا ما استحملتش انت طلقتني ما طلقتش الولاد، يعني علاقتي يعني علاقتك بزوجتك او علاقتك بزوجك مالهاش دعوة خالص بعلاقة ولاده بيه. يمنع ان احنا نخلي دي برضو كمناهج تعليمية موجودة بالنسبة للدراسة من الأول خالص، إن نعمل ثقافة اجتماعية جديدة، وهي ثقافة المودة والرحمة اللي قال عليها القرآن بعد إنهاء أي شجار أو أي خلاف أو أي انفصال. طيب إحنا معانا تليفون سناء من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا سناء. لو سمحتي أنا دلوقتي مرات ضابط في الجيش. أنت إيه؟ انا مرات ضابط في الجيش. مرات ضابط في الجيش، طيب اهلا وسهلا اتفضلي. وفوجئت وهو في مأمورية ان هو الموبايل بتاعه نسيه في البيت.
متوقعة هتقول ايه؟ اتفضلي يا سناء كملي. لقيت على الصور بتاعته صور جنسية كتير و اللي هي الدردشة قابليني في العربية، ومعنى صح بنات ليل بتجيله. طبعا عملت متابعة عليه غير ما ياخد باله على الصفحة بتاعته، لان كان معاه موبايل تاني بديل. فلقيته مصور نفسه عريان في وحدة عسكرية في اثناء المأمورية اللي هو كان فيها، ومعايا كذا صورة للموضوع دوت. بس ده هو مش فانا عايز اعرف دلوقتي وبناءه يعني ولاده شاهدين ان هما كان بيخش الحمام بيقعد بالساعات، كان بيسيبني نايمة يقوم يتصل بالتليفون بالساعات، كان بيجي بيغيب كتير في الشغل، يعني ولاده كانوا ملاحظين وانا ما كنتش واخده بالي وانا معايا 4 اولاد. طيب انا عايز اعرف هل الطلاق منه اسهل ولا الخلع، وانا معايا الصور بتاعته هو في المأمورية. طيب. ودليل على المأمورية لان كان مكتوب على الدولاب اسم المقدم اللي كان معاه، يعني ان دي مش شقتي. طيب معايا كمان دليل ان هو كان جايب واحده معاه في الشقه وهو جاز. حاضر يا مدام سناء. طيب هنرد عليكي. طب احنا معانا تليفون معانا. طيب اذا كنا اتكلمنا في قصه ان يكون في ضمير او يكون في الحكايه، حضرتك بتقولي برضو ان ده دور المجتمع ودور الاسره، انا الاسره دي فهمها ازاي ان ممكن يحصل طلاق او يحصل انفصال؟ لا انا يعني طب قبل ما نتكلم في الجزئيه دي انا عايزه اكلم بس مدام سناء اللي اتصلت. اولا حتى لو انت انفصلتي عن جوزك ضابط الجيش اللي المفترض يكون هو بيمثل مؤسسة عريقة ومؤسسة قريبة جدا من قلوب المصريين اللي هي القوات المسلحة. أنا دعوة بقى وبيشتغل ايه هو؟ أنا بقى كرأي كأم انك انت ما تخليش أولادك في الموضوع، ما تعرضيش الأمر دوت أرجوك يعني لقدام الأطفال على أساس ان هم المفترض يكون الأب ده قدوة، حتى لو كان في عوار أو لو كان في حبل لازم يفضل قدوة في شخصه هو. ابعديها دايما عن الاطفال عشان دايما ما يقولكيش ان احنا زي بابا او نعمل زيه او يعتبر الامر بالنسبه لهم دوت سهل. فممكن جدا يتعاملوا معاه. اه بالظبط. ابعدي لو سمحتي اولادك عن القصه دي خالص. لكل ام او لكل اب لما يلاقي ان في نقط ضعف في الزوج او الزوجه ما يبقاش نقطة الضعف دي معلنة للكافة وكأنه بيتباهى بيها. بالزبط. انت قررت انك انت غير قادرة. انت قررت انك انت غير قادرة على انك انت تستحملي او انك انت تتعايشي مع نقطة الضعف دي. هم ما لهمش دعوة. علاقة شخصية بينك وبينه. انت هتبدأي تلجأي عايزة تعملي خلع. الخلع بيبقى اقصر الطرق. الخلع بيبقى الحكم نهائي. الخلع ما فيهوش استئناف. بيبقى الموضوع منتهي. بس خلي بالك الخلع عشان تقدري توصلي ليه انك انت بتردي المقدم اللي هو المفترض بيقدمه لك، انك انت بتستغني او المفروض بتتنازلي عن كل حقوقك الماليه باستثناء بس حق القايمه اللي هي حق المنقولات. اما الطلاق فبيبقى ليه درجه، والدرجه الثانيه بياخد فتره اطول، وانت يكفي انك انت بتخشي على نفسك ما في وجودك معاه عن طريق الضرر اللي اصابك نفسيا عن طريق ممكن يكون الصور دي او العلاقات اللي انت اكتشفتيها. فانا بقول ان 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 الضرر بياخد وقت اطول لكن الخلع بياخد وقت اقصر من الوقت ده. دي الحاجه. اما بقى الجزئيه اللي حضرتك بتسالينا فيها ازاي يكون المجتمع، انا النهارده وانا بعمل مجتمع جديد وبعمل بنيه اساسيه نحو التغير النوعي اللي موجود في المجتمع اللي يمنع. انا بفترض لما بنيجي نكتب عقد، بتشتري عقد، بتشتري اي مكان في اي عقار في اي مكان، بتكتبي لا قدر الله ان في حاله الخلاف بتختص محكمه كذا بنظر هذا الخلاف. اللي يمنع ان احنا واحنا بنكتب عقد الزواج نقول لا قدر الله من الشروط الخاصه لو حصل خلف معين او حصل انفصال، ونحط 1 2 3 4 من الشروط اللي تكفل لينا ان 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 الزوج مش هيخرج عنها وان الزوجه مش هتخرج عنها. يعني بنفترض حقوق الطرفين. والطرف الثالث اللي هو المفروض يكون موجود اللي هو الابناء لو في ابناء. واللي يمنع تاني ان احنا من واحنا في الصغر زي ما بيكون في تعليم بالنسبه لجميع انواع المناهج المختصه او المناهج العامه، ايه اللي يمنع ان احنا يبقى في منهج خاص للعلاقه والموده والتسامح اللي ممكن نقابله في حياتنا اللي بعد كده، وان لو في شجار يبقى ده المفروض يكون موجود. انا موافق تماما على الكلام اللي بتقوله الاستاذه هاله وكلام يحترم جدا. بس عايز اضيف نقطه مهمه خالص. يعني احنا حتى لو حطينا شروط في عقد الزواج بيجي يعني مثلا لو سيده اشترطت قبلت في عقد الزواج ان في حاله الخلاف الطلاق يكون مثلا
من حق الزوج الاستضافة. إذا رفعت بعد كده قضية إنها ما تودوش القاضي لا يلزمها القاضي إن لم يكن فيها نص قانوني ومطابقة للشرع والقانون القاضي لا يلزمها. أيوة ماشي. فاحنا عايزين نقول إن تغيير القانون أهم من الاشتراطات. لا بس يعني تغيير القانون أستاذة هالة. لا لا هقول لحضرتك تغيير القانون أمر واجب. لازم. ده أمر لازم. أمر واجب. لأن الشروط بعد كده إن لم تكن مطابقة للقانون لا القاضي ما ياخدش بيها. لا ما فيش أصل أنت حضرتك مين اللي هيكتب الشروط؟ هو رجل المفروض رجل أيوة الشرع اللي هو رجل المأذون اللي المفترض يعرف او يعلم المأذون هيحط الشروط اللي هيقولوا عليها فن لا ما هو لازم تكون مطابقه للشريعة. يعني لو ست قالت انا مش عايزه نفقه وراحت بعد كده رفعت نفقه القاضي يلزمه بنفقه لا. لانها مطابقه للشريعة. احنا دلوقتي بقى المفروض تكون الشروط دي ملزمه للطرفين. يبقى انا موافق على كلام حضرتك على ان تعديل القانون اهم من الاشتراطات ثم الاشتراطات ثم الاشتراطات. طيب انا هستاذن حضراتكم. احنا معانا من شرم الشيخ من مقر اجتماع مؤتمر الساحل والصحراء زميلتنا مها صبري, معاها لقاء مع السيد السفير امجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجيه. اتفضلي يا مها. صباح الخير عليك يا مها. انا بالفعل في داخل قاعه مؤتمرات وزراء الساحل والصحراء هذا اليوم النهاردة بكلمة وزير الدفاع كما شاهدنا, واليوم هي الجلسة الختامية لهذا المؤتمر. ولمزيد عن نتائج هذا المؤتمر ينضم إلينا السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية. أولا بنرحب بحضرتك وبنبارك لك على نجاح هذا المؤتمر. ألف مبروك. ألف مبروك لمصر. عايزين نسأل حضرتك عن نتائج المهمة التي أتت بها المؤتمر وعن مشروع إعلان شرم الشيخ. والمؤتمر زي ست ما شاهدت في الجلسة الختامية ومن خلال مداخلات الدول الأعضاء كان ناجح بكل المقاييس. المؤتمر وجه رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنه إلى مصر وللسيد وزير الدفاع القائد العام على قيام مصر بأخذ دور المبادرة والريادة في الدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي ضم ممثلي وزراء دفاع 27 دولة أعضاء في تجمع الساحل والصحراء. التوقيت هام جدا ومصر أخذت المبادرة لأن تحديات الجسام في مسائل متعلقة بالأمن وبالدفاع لا تحتمل الانتظار, وكان هناك بالفعل اتفاق على توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك لغرض وضع الآليات اللازمة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الأمن والدفاع في فضاء الساحل والصحراء. فندم عن الإرهاب, كل دول طبعا بتواجه إرهاب بشكل ما أو بآخر, اتفقت على إنشاء مجلس أمن دائم وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب وهيكون مقره في مصر. يعني هو قبل كل ما نتكلم عن الآليات أهم حاجة كان هو المغزى السياسي, إن هناك رسالة سياسية واضحة إلى دول العالم كلها إن دول تجمع الصحراء لن تقف مكتوفة الأيدي, وهناك إرادة مشتركة بقيادة مصر لمواجهة هذه التحديات. هنواجهها ازاي؟ بالفعل تم الاتفاق على آليات محددة يأتي على رأسها إنشاء مجلس للسلم والأمن داخل هذا التجمع لتعزيز وتنسيق السياسات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة. ثانيا مصر عرضت استضافة مركز للإرهاب يتم من خلاله آلية تبادل المعلومات للتدريب العملياتي والعمليات المشتركة ومراقبة الحدود وغيره, وكما ذكر السيد وزير الدفاع ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تخصيص 1000 فارس افريقي للحضور الى القاهره للتدرب في كافه المجالات, وهذه المبادره حظيت بتقدير كبير من كافه الدول الافريقيه نظرا لتطلعها للاستفاده من الخبره المصريه في هذا المجال. وكما ذكر العديد من وزراء الدفاع مصر هي الرائدة في دعم الاستقرار والسلام والاعتدال ليس فقط في منطقتها انما ايضا في افريقيا. بشكرك جدا سيادة السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية. بشكرك جدا الخارجية ناس. بشكرك جدا مها. ده كان سيادة السفير أكد علينا عن مشروع إعلان قناة شرم الشيخ. إليكي مها. شكرا زميلتي مها صبري. طبعا زي ما شفنا هذا لقاء مع سيادة السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية من مقر اجتماع مؤتمر الساحل والصحراء لوزراء الدفاع. طبعا زي ما شفنا و هنرجع تاني, وطبعا في متابعة أكيد مع حضراتكم على مدار اليوم لكل ما هو جديد. طيب احنا معنا تليفون يا جماعة.
طيب انا بعتذر طبعا للسادة المشاهدين، ما قدرناش طبعا ان احنا ناخد كل التليفونات، بس احنا مستنيين لسه تليفونات حضراتكم، لسه معانا شويه وقت، فنحاول ان احنا نستقبل اكبر عدد من تليفونات وشكاوى السادة المواطنين في موضوع ابناء الطلاق. بنعود لمره تانية كابتن جلال، طبعا احنا كنا يعني قبل ما نشوف اللقاء كان في يعني كنت بسال حضرتك سؤال عن موضوع احنا نحقق هذا الوعي ازاي، انتوا بقى دوركم بتعملوا ايه عشان تحققوا الوعي؟ احنا الحقيقه في الجمعيه لينا دور، طبعا احنا للاسف الشديد ان اغلب الحالات اللي بتجينا بتيجي بعد الانفصال، انما لما بيحصل حالات تجينا قبل الانفصال بنحاول. انتوا معاكم ستات في الجمعيه؟ احنا عندنا ستات كبير اللي هو سقطت عنهم الحضانه للزواج من اخر او او لسبب المرض او لعدم تنفيذ الرؤيه، فاحنا ملتزمين بيهم. احنا بنتكلم عن 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 جوار عن عن عوار في القانون، بغض النظر مين مين المتضرر. فعندنا سيدات في الجمعيه طبعا بيكون لنا دور، احنا احنا حاولنا نصلح في مشاكل كتيره ونجحنا ان احنا نصلح اللي واحنا عشان كده سمينا الجمعيه انقاذ الاسره، ان احنا بنحاول ننقذ الاسره. امال انتوا ليه بقى المجلس القومي للمراه واخد موقف منكم؟ علشان احنا بنطالب من 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 مجموع مطالبنا اللي هو الاستضافه وتغيير سن الحضانه والالتزام بالشرع. ده مش عاجب المجلس القومي للمراه في ايه؟ بنسبه كبيره مش عاجبهم ومش عايزين يقروا الموضوع، واقفين ضدنا في ليه السبب؟ بدون سبب، انا مش شايف اي سبب. لا سبب. لو حد احنا دخلنا معاهم في مناقشات كتيره وفي مناظرات كتيره وحضرنا اجتماعات كتيره مع بعض، مفيش سبب معين. يعني حد يقول لي ليه ما نقرش الاستضافه؟ ليه حد يقول لي مين الحضانه 15 سنه ويمد 21 سنه للولد والزفاف للبنت؟ دكتورة. مين قال ان مصلحه الصغير ان هو يخرج من بيت ابوه ما يشوفوش تاني؟ مفيش ردود للكلام ده. هو قانون موجود والناس ملتزمه بيه خلاص، انما احنا في الجمعيه بنحاول ان احنا نصلح بين الناس على قدر ما نقدر، انما برضو المشكله عندنا مشكله كبيره ان الناس بتبقى جايه متعنته، كل واحد متعنت لرايه والعناد راكب الناس كلها. نجحنا في عمليات بسيطه مش كثيره، انما نجح. طيب دكتوره ايه رايك في الموضوع؟ والله انا شايفه ان حته الاستضافه او بعض الـ 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 العوار اللي موجود في قانون الاحوال الشخصيه لو تلافيناها او لو عملنا عمليه اصلاح زي رف ليها كده هيبقى ده الامر المجدي، لان انا برضو في بعض الامور اللي بتخرج عن المجلس القومي للمراه اللي بتخلي المراه في حاله يعني شده او في حاله غلظه باعتبار انها ليها حق قانوني، فبتنسى واجبها الاجتماعي الاصلي، فممكن تضيع نفسها وتضيع الطفل في الوقت ده. تمام. طيب. فانا رايي يبقى المجلس القومي للاسره نفسها كلها، سواء للمراه او للرجل او للطفل. طيب تمام. معانا تليفون ام مريم من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ام مريم، اتفضلي. لو سمحتي انا كنت بس عايزه اسال بس الدكتور حاجه بس، ممكن؟ اتفضلي. انا دلوقتي متجوزه وعندي ولد وبنت، وجوزي بيضغط عليا جامد جدا، ضرب واهانه وقله ادب فظيعه، وعايزني ماشيني من البيت، واحنا ملناش مكان تاني نروحه. فانا كنت عايزه اسال بس، انا كحقوقي كزوجه لو اتطلقت منه، لان هو عايز يطلقني وانا مش عايزه اتطلق، كحقوقي كزوجه انا ليا ايه؟ ليا ان انا اقعد في البيت ولا ان هو فعلا يرمينا في الشارع؟ ولادك عندهم كام سنه معلش؟ ولادي 5 سنين و3 سنين. ليكي تقعدي في البيت طبعا. طبعا هتقعدي انت حاضنه يا ام مريم. هو مش عايزنا. لا هو يرضى وما يرضى، ده قانون، هو يعوز زي ما هو عايز، مش من حقه يرضى ويرفض. لكي عليه ان يعاملك المعامله الحسنه ويتقي الله فيكي ويعاملك احسن معامله، واذا ولو اتطلقتي انت من حقك تقعدي في البيت، انت حاضنه. لو ما قعدتيش في البيت، لو ما قعدتيش في البيت والمفترض خدت شقه بره، هو بيلزمه القانون بيدفعها اجره المسكن الحضانه. حقيقي بنفس المستوى اللي انت كنت موجوده فيه. سمعتيني يا ام مريم؟ انا بناشد الزوج من هنا. طب هو دلوقتي بيقول ان هو مش هيدينا حاجه بعد الطلاق ولا حتى لا مش حاجه اسمها كده. مش بمزاجه نهائي. بمزاجه يا مامي، ده قانون. امال المحاكم اتعملت ايه؟ ما يقدرش. ده قانون يا حبيبي. ما يقدرش. ما هو لو احنا خدنا على كل زوج وما عادش حدش عايز يدي حد حاجه. طبعا. هو وقت الطلاق. وانا من هنا يعني. والله العظيم يعني بقول لك ايه يا ام مريم؟ احمل في المشكله اللي انا فيها دي، ولا انا اخد قرار ايه؟ اروح لمحامي ولا انا اعمل ايه؟ اخلي اللجوء القانون يا اخت مريم. اخر حاجه وانا من هنا يعني ارجو ان يكون الزوج سامعني. يا اخي العزيز، من غير ما اعرفك، من فضلك اتقي الله في زوجتك واتقي الله في اولادك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. اتقي الله في زوجتك. لا ولو هو خلاص مصر على الطلاق وإن كان في يبقى يتعامل كويس. فباحسان
ولو كان الطلاق غيابه يبقى ليك انت حقوق اكتر طبعا. يعني ما اوعي تروحي الطلاق على الابراء طيب. دوت عشان سمعتيني طبعا يا ام مريم. تابعي معانا لو سمحتي. احمد من القاهره. لو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل استاذ احمد. لو سمحت والله انا كنت بس عايز يعني اعمل مداخله بخصوص ال 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 القوانين ال يعني اللي بتشجع الستات على ان هي تطلب الطلاق او على ان هي تطالب بحقوق الى اخره. دي انت عندك مشكله شخصيه يا استاذ احمد؟ عندي مشكله شخصيه. ايه هي؟ مش حابب اتكلم عليها يعني. يعني مش عايز تتكلم عليها؟ انا بتكلم بصفه عامه يعني. المشكله بكل وضوح الزوجه مش راغبه في الحياه لاسباب ترجع لها ايا ما كانت هي ايه الاسباب اللي بيشجعها على كده. القوانين ان هي بتشجعها وبتكفل لها حقوق واهم من حقوقها واهم من اي حاجه ان الزوجه بتربط بينها وبين الاطفال. يا هي تاخد حقوقها حتى لو هي لا تستحقها. يا اما مش هتشوف ولادك مش هتعرف حاجه عن ولادك والى اخره. حتى قوانين الرؤيه ما بتسمحش الاب يشوف ولاده. حتى لو معاك حكم رؤيه الاب مع حكم رؤيه ما يعرفش يشوف ولاده 3 ساعات في الاسبوع. ويا ريتهم بيتموا بتشوف مره واحده في الشهر وتستني شهور. دي المشكله اللي كان كابتن جلال بيتكلم فيها. وتروحي تقولي للقاضي عشان القاضي ينذر الزوجه ويرجع تاني. الى اخر يعني بصراحه طيب. يعني بصراحه القوانين كلها يعني ما هياش هدفه لمصلحه الاسره. هي هدفه لمصلحه طائفه معينه طيب. اللي هي الست. وبيشجع على كده للاسف المحامين. المحامين لا والمحامين طيب. مالهم؟ هو القانون. القانون هو القانون. طيب انا بس هنرد عليك يا استاذ احمد بس عشان الناس بس مستنيه على التليفون بقالها كتير. دي شغلته. في استفسار تاني. شغلته ان هو يقف محكمه وشغلته ان هو ياخد اجر على اللي بيقوم بيه. فمش معقول. هي بترجع له هو مش الا قليل منهم يعني. الناس اللي بتحاول او الناس اللي بتحاول تقول كلمه لوجه الله علشان يعني تريح ضميرها. ان واقع الامر هو مش كده. وقع الامر مش كده. وقع الامر ان المحامي بيشجع الزوجه على ان هي تفضل طاغيه وتفضل عاصيه. انا لسه لحد دلوقتي بقى لي سنتين ومراتي على ذمتي ولحد دلوقتي بشوف بنتي بكل صعوبه ويعني وبالم. بشوفها بالم. انا بشوف البنت ببقى حزين مش قادر اشوف. انا امكانياتي الماديه امكانياتي الاجتماعيه تسمح لي ان انا ما اشوفش بنتي في مركز شباب. تسمح لي ان انا اصرف على بنتي احسن من المحكمه هتحكم بيه. هل ده عدل وده حق؟ وفي نفس الوقت يا استاذ احمد ما تتعامل انت ما تتعامل انت حضرتك من مستواك انت وخلي المحاكم وجنحها جانبا يعني. يا فندم اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده كلام انا اسف ان انا اقول ان هو نظري. لما بيبقى في عند الزوجه لما تطلب من انا راجل عندي تامين. هو انت طلقت زوجتك يا استاذ احمد؟ لا مش مطلق ما زال. هي لسه على ذمتك؟ لسه على ذمتي. هي طالبه الطلاق طيب؟ طالبه الطلاق جبرا بعد ما طلقتها بالطاعه. وبعد ما ايه؟ ده عيب في القانون. واحد يطلب مراته في الطاعه تقوم تطلب طلاق الاحتكام الخلاف. طب ما خلاص بقى لها سنتين بتصرف نفقتها مني واخد قد حقوقها في النفقه اللي كانت هتاخدها بعد الطلاق. وانا ما طلقتش لسبب وحيد ان انا ببحث عن حق مش ببحث عن ان انا ادور على 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 ذل زوجه. انا ما لا يعني انا لو شفتها في الشارع في ازمه ولا انا اول واحد اجري عليها. لان اسمح لي يا استاذ احمد بس اقول لك حاجه بعد اذنك. استاذ احمد لو سمحت لي حضرتك اقول حاجه مهمه خالص. حضرتك بس انا مبرئ المحاميين تماما من ان هم بيقوموا الزوجه. انا مش مفيش محامي هيقوم الزوجه في الاخر. المحامي يمارس مهمه معينه بيلتزم بالقانون. انا عايز بس اقول استاذ احمد ان عدم العدل في القانون هو اللي بيقوي طرف على طرف. انا رحت محاكم وشفت مهازل. انا عارف طبعا. انا فاهم يا استاذ احمد. طيب انا فاهم بالمهاترات بس للاسف ان انا ده اللي انا شفته. انا اسف ان انا بقول كده. والله العظيم يا جماعه والله العظيم حرام اللي بيحصل في البلد. وحرام مجلس حقوق المراه مصر يدمر الناس. كم مليون حاله. حرام حرام. حتى لو ربنا يعني ده ابغض الحالات. حتى ان كان شرع وان كان هذا هو شرع ربنا واحنا ما نعترضش على شرع ربنا. طيب احمد استاذ احمد انا بشكرك على مكالمتك بس احنا بس عشان الناس منتظره على التليفون معلش مش عايزه اسيبهم اكتر من كده حرام. ساميه يا ساميه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ربنا يكرمك. قولي يا مدام ساميه. انا عندي 3 بنات. مدام ساميه بالراحه عشان اعرف اسمعك. ما تعيطيش لو سمحتي. انا عشت عليهم وربيتهم احسن تربيه وخدوا وظايف احسن وظايف في البلد. وبعدين دارت الايام والبنت الصغيره اللي فيهم. البنت الصغيره دي عندها دلوقتي 40 سنه. 40 سنه؟ صغيره يعني. هم اكبرينها بسنتين. ربنا يخليهم. كبار توأم. البنتين الاولانيين توأم. فالمهم دارت الايام والبنت الصغيره دي يعني انا الحمد لله لما جينا نتجوز ما قلنا عفش ولا قلنا شقه ولا قلنا احنا اشترينا عايزين بناتنا يعيشوا ويستروا لان ظروفنا كانت مش كويسه. تمام. فجوز بنتي ده او كلهم اصلا خدناهم يعني على قد الحال واشتغلوا وايدهم في ايد بعض. ربنا الحاله مشيت
وبنتي كانت خدت شقه في اسكان مبارك قبل ما تتجوز. فلما كان ظروفهم وحشه قعدوا هم في الشقه دي. فهو جاله سفريه بره زي منحه او بيقولوا عليها ايه مأمورية بره 4 سنين في اوروبا. القرش مشي يعني العمليه مشيت يعني. فابتدى بقى معاه فلوس فحب ناخد شقه شقه ثانيه. المهم هي باعت الشقه وهو ايده على ايدها وخدوا شقه كويسه برج في مدينه نصر. وانا قلت لها يوميها معلش يا بنتي اكتبوها بالنص طالما انت دفعتي وهو دفع اكتبوها بالنص هتشعر بكره في ايه. هم اختلفوا من سنه هم عايشين مع بعض 18 سنه عندهم والدين زي الفل وبتعلمين تعلم اجنبي. الولد الزوج بقى لما اختلف عارفه آية المنافق سألت اذا خاصم فجر. الزوج يعني عايز يقلعها مرت كده زي ما بيقول في الفلاحين يعني. فادفع يا ابني بقالها سنه في المحكمه هي ما اتطلقتش بقالها سنه في المحكمه. طردها من الشقه اللي هي لها نصها اصلا ومعاها عقدها وخدت تمكين عملت قضيه وخدت تمكين من الشقه كزوجه. هي الواد الصغير لسه في حضانتها مفيش حاجه عندي. راحت المحكمه علشان تاخد نفقه فين كانت هكملها ب 1000 للولد والولد الكبير لا لان الولد الكبير عدى 17 سنه فهتروح تاني بقى تعمل قضيه طبعا هكملها حديني بقى عقبال ما حكمها بعد سنه لان هو بيقبض بيقبض 9000 جنيه وعنده رصيد كويس انا 4 سنين في اوروبا تبع الشركه يعني كويس. فالمهم فهي قالت له طب اديني منقولاتي اديني اي حاجه. قال لها لا انت خدت كل حاجه من هنا وهنا. تخيلي انه راح اتفق مع اخواتها لانه اخواتها معاك هم كلهم في شركه واحده كلنا في شركه واحده. راح اتفق مع اخواتها ان يشهدوا معاه في سبيل ان هو بيعمل لهم مصالح مش عايزه اذكرها عشان ما يتعرفش هم فين بالظبط. مصالح ورخص للعيال من غير ما يتعلموا يسوقوا كده. هو له علاقات راجل سافر بره وله علاقات. فتخيلي حضرتك البنتين راحوا شرمت مصر لما بعت الشقه اللي هي بتاعت التجمع شهدوا على اختهم. ايوه انا هتجنن يا ست الكل. شهدوا على اختهم مع ان انا اتحايلت عليهم كتير. وبعدين عارفه هقول لحضرتك النفقه القايمه كلها ب 20,000 جنيه. انا قلت لهم خدوا ال 20,000 جنيه وما تقفش في المحكمه قصاد بعض. قالوا لا هنروح احنا سالنا دار الافتاء قالوا روحوا شهدوا لو كنت عارفين. هم ما شافوش حاجه هم بيقولوا احنا سمعنا ان هي بعت الشقه بعت الشقه ودخلوا عليها وجاب جوز اخته. فكان ثلاثه واقفين قدام القاضي ربنا يكرمه علشان يشهدوا ضد اختهم انها خدت قيمتها وان احنا جايين نشهد لوجه الله لان ده ظلم. يا ولاد انتوا بتقطعوا الرحم اولا ابوهم ميت وانا مش هقعد كتير واخوهم عايش في امريكا قدوا لاخواتي ولا اعرفهم واحده منهم مطلقه يعني خسر الام والاب والاخوات وكل حاجه ليه ما اعرفش. وهو جاب محامي شكله كده يعني شاطر شويه عن المحامي بتاعها وهي لسه القاضيه ما اتحكمش فيها بس انا اعتقد ثلاثه شهدوا على واحده. انا دخلت القاضي وحلفت ان انا اقول شهاده الحق والراجل كان ربنا يكرمه كان بيسمعني كويس لدرجة آخر الجلسة قال لهم يا جماعة ده المبلغ يعني أنا شايف العملية مش مستاهلة أبدا إن أنتوا بتعملوا ده. وحدد بقى إن أنتوا لو هي اشتكت بالقايمة وهو لما اشتكت بالقايمة خد حبس سنة أو دفع الفلوس حاجة زي كده. فهو مش عايز يدفع فلوس ومش عايز يتحقق مش عايز حاجة خالص عايز يطلعها كده. عايز يضايقها يعني. يضايقها وبعدين لو هي كسبت طيب يا مدام سامية انا مش هصرف على عيال انا مش هصرف على عيال فقولي طيب. اعمل ايه حاضر طيب هنرد عليكي بس ناخد بس بقيه التليفونات. عبد الوهاب من القاهره. وعليكم السلام. ايوه عليكم السلام اتفضل سريعا يا استاذ عبد الوهاب مشكلتك ايه؟ تحياتي انا الحمد لله ما عنديش مشاكل ولا اي حاجه بس هو تحياتي للاسره لبرنامج لاسره البرنامج ولحضرتك والساده الضيوف. شكرا. اولا حضرتك بتناقشوا موضوع مهم جدا 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 ولكن للاسف احنا كبني ادمين او كمصريين بننسى حاجات كتير قوي، بننسى ديننا، بننسى العهد اللي بناخده عند عقد القران اني اعاهد الله ان اعاملك معامله حسنه، بننسى ان المراه دي ممكن تكون زوجتي، ممكن تكون امي، ممكن تكون اختي، ممكن تكون بنتي، فاللي انا هعمله مع اي واحده ممكن يتعامل مع زوجتي يعني هيتعامل مع اختي هيتعامل مع والدتي هيتعامل مع بنتي. احنا ما بنعملش حساب للكلام ده. فنتقي الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شكرا يا استاذ عبد الوهاب. حياتي ليك حضرتك يا فندم. شكرا. عايده. عايده من الدقهليه. عايده. عايده معانا. الو الو. طيب ام محمد من الجيزه. محمد معانا. ليلى. ليلى معانا. ايوه ايوه يا ليلى. ايوه اتفضلي اسمعينا من التليفون لو سمحتي وطي صوت التلفزيون. ايوه اتفضلي. السلام عليكم الاول. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. يعني قولي لي لو سمحتي بقى لو انتم بتناقشوا ده كله وما بتناقشوش مشكله الزوجه اللي بتاخد الولاد وتسافر بره، الاب بيقعد بالسنين وهو ما بيشوفهمش ولا يعرف اذا كانوا جم او ما جوش البلد، ومطلوب منه يدفع كمان فلوس للولاد. الكلام ده هو. حاضر هنرد عليك. طيب عندنا حالتين في الجمعيه للاسف الشديد ان ولادهم الام هربت بالاولاد، الام هربانه بالاولاد وبتلزمه بدفع النفقه وبيدفع النفقه، والولاد بره البلد بقالهم 7 سنين 6 سنين وثمان سنين. والقانون عاجز عن انه يعمل لها اي حاجه. وجبنا عناوين الولاد واتصلنا بالخارجيه وعملنا كل حاجه وما لم ينفذ شيء. لم ينفذ شيء، الولاد لسه بره البلد. طيب انا المشكله بتاعت مدام ساميه دي برضو عايزه بحث يا دكتوره. دي مشكله اللي هي بتاعت الاخوات يعني اولا عايزه بحث هل ممكن حضرتك بس تساعديها قانونا لان هي مفيش مشكله بس حضرتك حتى ان هم اخوات يقفوا قدام اختهم يعني في المحكمه ولا دي من ناحيه من اولا الاخوات عشان يقفوا قصاد بعض دي مؤلمة يعني جدا. عامل تعامل يعني عارفه برضو الواحد قطع صله الرحم بالشكل دوت يعني هي بتقول حتى القاضي اخد باله واخد باله وقال لك المبلغ ال 20000 جنيه فاولا هي كانها ان يبقى في قرار بالتمكين من المحامي العام صدر من المفترض النيابه التابعه لها المكان دي بتنفذه بالقوه الجبريه ما فيهاش اي مشكله. المنقولات الزوجيه اللي المفترض بتقول عليها ان هي مش مبددها بمبلغ ال 20000 جنيه واللي المفترض القاضي اجل القضيه تاني والتحقيق للشهود هي ممكن تجيب شهود تاني او لو هي شايفه ان المبلغ يعني ملهوش لازمه فتستغنى عن هذا الامر وتكتفي وان ربنا سبحانه وتعالى ياخد لها الحق. ثالثا ان هو ما يدفعلهاش حاجه، لا هو هيدفع لها النفقه المقرره قانونا بالنسبه لابنها اللي هو دفع 1000 جنيه، والولد التاني لو هو ليه لسه حتى لو هو تجاوز سن ال 17 سنه بس لم يكتسب اي رزق من عرقه هو وان المفترض بيتعلم فممكن جدا ترفع ولايه او ولايه تعليميه وتاخد منه المصاريف بس هو اللي يقاضي شخصيا الاب مش الام. تمام. طيب انا بعتذر اعتذار شديد للساده المشاهدين اللي ما عرفوش يوصلوا لنا النهارده عن طريق التليفون، انا اسفه جدا وقتي خلص. اكيد الموضوع ده هنناقشه في حلقات بعد كده ان شاء الله زي ما عودناكم، وهنحاول ان احنا نحل معظم المشاكل ونسمع على قد ما نقدر مشاكل حضراتكم ان شاء الله. يعني مفيش حاجه اسمها مشكله ملهاش حل، بس خلوني في الاخر اقول لكم على حاجه، حتى لو احنا اضطرينا ان احنا ننفصل، حتى لو اضطرينا ان احنا نطلق، ارجوكم الاولاد ملهمش دعوه بده. علاقتي الشخصيه بهذا الشخص انتهت، لكن علاقتك باولادك او علاقتك باولادك مش هتنتهي. الاولاد هيكبروا وهيفهموا وهيحاسبونا تاني. الاولاد لما بيكبروا بيحاسبوا اهاليهم، فارجو ان احنا من الاول كده علشان يعني هنقول طبعا ان احنا حتى لو احسننا الاختيار قد تحدث اشياء ممكن ان هي تؤدي الى الطلاق او الانفصال، فننفصل باحترام زي ما ارتبطنا باحترام. بشكركم مره تانية على حسن المتابعه، وبشكر ضيوفي الاعزاء دكتوره هاله عثمان المحاميه بالنقد، شكرا يا فندم. بشكر ايضا كابتن طيار جلال بركات رئيس جمعيه انقاذ الاسره، شكرا كابتن. متشكر خالص. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم، بكره ان شاء الله تكون معاكم زميلتي منى فاروق، واشوفكم انا يوم الاربعاء 9 صباحا بتوقيت القاهره، فكونوا على موعد. سلام.